نحن في انتظار قطار الموت. بعد أن فقد السائق السيطرة عليه نزل وجود عطل في الفرامل، وقد فشلت كل المحاولات لإيقافه، ولسوء الحظ وجود عطل في التحويلة. أيوة عدل بيه، أنا فوق كوبري المشاة. لا القطرين فضلهم 5 دقايق ويلبسوا ببعض إن شاء الله. طب عملت لقاء مع حد من المسؤولين ولا لا؟ لا ما عملتش حاجة، ما هو أحمد لسه ما جاش. بس ما تقلقش، كل القنوات والمواقع الزميلة عملوا اللقاءات دي حصري. طب ما عملتش أنت ليه؟ لا يا باشا، ما احنا متفقين، ده حدث كبير والأحداث الكبيرة دي بيشوفوها ملايين من على الموقع. وبعدين ما تقلقش، أول ما هصلح المغارة اللي بقوي هبقى نافس منى الشاذلي. ثواني يا باشا، ثواني معلش. إيه يا أبو حميد أنت فين؟ هكون فين يعني؟ بلعب بولينج؟ أعمل لك إيه؟ الطريق زحمة، العربيات ما بتمشيش، تقريبا في حادثه. لا لازم تتصرف يا احمد، القطرين هيلبسوا ببعض. لا ما تقلقش، هتصرف، هضرب سليم بسوبرمان وحلق فوق المدينه. انت مجنون يا ابني. احنا لما صورناش التقرير ده عدلي بيه مش هيدخلنا الموقع تاني. يعني مش هيدخلنا سي ان ان يعني؟ اقفل لما اشوف حل في يومك الازرق ده. الو، ايه يا حاج؟ انا برضو اللي اتاخرت، عزموني. ما انا ماشي على اللوكيشن اللي انت بعته يا حاج. اللوكيشن وداني قدام الهرم. ايه يا حاج، هو الاوردر ده راح لخوفه ولا ايه؟ البسه دول 300 جنيه. ربنا ينتقم منك يا حاج، اشوفك ريش على الشوايه بامر الله. حسبي الله ونعم الوكيل. وغور بقى. بقول لك يا برنس، الدراجات البخاريه. الله يسهلك يا ابني. ايه يا عم الله يسهلك، ورجعش حد منك. انا كيلو الكباب ده الزمني. بقول لك ايه، عبط في الشارع، انا مجنون. هتاخد الكباب هاخده تاني. يا عم انا هاخده ببلاش. باكو سخن، عايزك توصلني لمزلقان في اقل من دقيقتين. ده انا اوديك صنعاء لو عايز. البس الخوذه واقفز. اقفز يا ابن والدي، البس الخوذه. انت راجل مؤمن وموحد بالله كمان. الشاهد، اشهد ان لا اله الا الله. بعد ايه يا احمد؟ خلاص انقذوا الموقف والقطرين بيعدوا، اهم لحظه راحت مننا. اللحظه الاهم لسه ما جاتش. الصحفي الشاطر ما يستناش الخبر يجي له. امال يعمل ايه؟ يقفز على الخبر. يا خبر اسود، امسك نفسك. لا امسك نفسك كده وانا بنط مع خالتي. طب طالما انت زين الدين زيدان في نفسك كده يا عم مختار، مش عارف توقف التورنيد اللي احنا راكبينه ده ليه؟ ده القطر كان مزح حلاوه الحلاوي لحد ما دخلنا الزنقور. يا ساتر يا رب، القطر ده كله دخل الزنقور ازاي؟ انت فهمت ايه؟ الزنقور دي بلد.
كان ماشي زي الفل. اول ما طلعنا من هنا لقيت الفرامل عطلت مني، وكمان فرامل الطوارئ منتك غالي. طب لقيت مين يا عم مختار؟ مش مني ده، من صيانه. العيب من صيانه القطر. طب انت القطر ده اخر مره راح التوكيل؟ توكيل انت محسسني ان احنا جايبينه من غبور. اسكت يا مختار، انت داخل على نهايه الخط. ثواني انتكم على سرعتكم. طب اقول لك يا مختار، قبل ايديكم في خدك والحاجات دي، بعد اذنك كده بيبص للساده المشاهدين وقول لهم يعملوا لايك وسبسكرايب للموقع. هقول لهم ايه؟ يعملوا سبسكرايب. اعملوا لك اشتراك للبتاع. وقول لهم يفعلوا زر الجرس. جرس الفصحى انت اللي كان هموت ايدك معايا. يلا تعالى. كل اللي اعرفه لحد دلوقتي يا فندم انها ماتت من الكهرباء. كهرباء؟ يبقى اكيد ده السفاح. القضيه دي طولت قوي والراي العام مش ثابت. يا فندم انا حاسس ومقدر قيمه القضيه دي جدا. لما نشوف اخرتها. مع السلامه عماد. يا هشام. تمام سعادتك يا فندم. طب الشرعي خلص ولا لسه؟ شغالين جوه سعادتك. مين الدكتور اللي بيعاين؟ دكتور عبله. طيب حس كده بقى، اطلب لنا 2 كابتشينو دبل شوت. بقول لك يا دكتوره، وحضرتك لسه قدامك كتير. لسه شويه. احنا بقينا الساعه 2 بعد نص الليل، وانا اللي بودي ولادي المدرسه كل يوم الصبح. على فكره انا مش بلعب، انا بشوف شغلي. الله يكون في عونك. وتفتكري حضرتك القتيله دي ماتت بقى لها قد ايه؟ تقريبا بقى لها 3 ايام. اوعي تقولي لي انه السفاح. للاسف هو. واللي مخليك متاكده؟ لأنه المرة دي أخذ الرجل الشمال. مرة ياخد إيد، ومرة قفص صدري، ومرة رجل. تكونش تجارة أعضاء يا دكتورة؟ لا يا فندم، تجار الأعضاء ما بياخدوش الأجزاء دي، بياخدوا كلية، قرنية، قلب. الواد ده أكيد مسجل، وأكيد بيرتكب كل جرايمه تحت تأثير المخدر. للأسف يا فندم، حتى الفرضية دي مستبعدة تماماً. إشمعنى؟ لأن يا فندم اللي يرتكب جرايم زي دي وما يسيبش أي دليل وراه لازم يكون في كامل وعيه. ده غير ان مسجل الخطر لو هيقتل هيستعمل مطوى ومسدس، لكن المجرم هنا بيكهرب الضحيه ويعذبها، وكمان واضح انه غاوي شهره لان كل جريمه بيرتكبها بينزلها على النت. يعني دي نزلت على النت؟ لسه، بس اكيد هتنزل. ربنا يطمنك. عماد بيه، انا احساسي بيقول ان حضرتك بتفكر في السكه الغلط. لا بقول لك يا دكتوره، حضرتك خلصي شغلك واكتبي تقريرك وسلميه لنا عشان احنا نشوف شغلنا. واضح؟ واضح. مهنة محتاجة إلى إنكار ذات، محتاجة شجاعة. عشان تبقى صحفي ناجح لازم تبقى موجود في الحدث قبل أن يتم الحدث. فيديو القطر اللي هو كانوا هيموتوا فيه ده ويتفرموا حقق لحد دلوقتي 15 مليون، ولسه العداد شغال. اللهم صل على النبي. ولذلك قررنا نحن منحهم درع الموقع. إيه؟ ده درعك وده درعك. درع ايه؟ ما تقلبش فيه عشان ما يفقدش قيمته. دول بقى حبه حلويات شرقيه باللي قلبك يحبهم، معمولين بالسمن البلدي. دي بقلاوه وبسبوسه. بسبوسه ايه وكنافه ايه يا عم حلو الصمد انت؟ شاكر. ما احنا كده هيجيلنا السكر مش بيتكرمنا. وعملت تقول لي صحفي ناجح. اهدى. ايوه يا ست الكل. ايوه نجمتنا بتقولي ايه؟ الفيديو بتاع الجيم الشال؟ الفيديو الشال ايه؟ ولا تعرفني يا منعم. يا منعم ايه ده؟ حقك هيجيلك. وكما عودناكم اعزائي المشاهدين في موقع قبل الحدث، انت دائما في قبل الحدث. ايه يا ابطال؟ الدروع فيها حاجه؟ لا الدروع حلوه، بس كنا محتاجين معاهم سيفين علشان في حرب في الريسبشن بره. يا بيه احنا نطينا فوق قطر وهو بيجري مش فوق مصرف. انتوا مش هابشين 10,000 جنيه في الفيديو بتاع فضيحه الرحاب؟ لا، الفيديو بتاع فضيحه الرحاب عمل 5 مليون مشاهده، انما الفيديو ده عمل 15 مليون مشاهده لحد دلوقتي، يعني لو خدنا على نفر شيلن يطلع لنا بتاع 30,000 جنيه. لا 37,500. قول له. مش كتير شويه ده؟ هو ايه ده اللي كتير؟ ايه رايك بقى ان استاذ احمد موسى ممكن يدفع في الفيديو ده 50,000 جنيه؟ لا 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 لا، ما تجيش منك انت دي. فين اخلاصك للكيان؟ اخلاص ايه وكيان ايه؟ انت بتكلم حسام عاشور. يا بيه ريح دماغك، احنا كلاب فلوس. انا هديكوا 7,500 جنيه. هتدي كل واحد فينا 7,500؟ لا انتوا الاثنين 7,500 تقسموهم على بعض. عدل بيه،
سفاح المترو نزل فيديو جديد. عثر على السيدة ألفة المشد، عثر على جثتها ملقاة في الشارع وهي مسعوقة بالكهرباء. وفقا لمعلوماتنا انه القاتل كالعادة قام بتصوير لحظة الصعق بالفيديو ونشر الفيديو ده على مواقع التواصل الاجتماعي أو على السوشيال ميديا. احنا معانا دلوقتي زميلنا حسين الحناوي عشان نعرف منه تفاصيل أكتر. حسين، هو إيه اللي خلى البوليس يتأكد إنه القاتل خطف الضحية من المترو؟ طبقاً للمعلومات اللي عرفناها من التحقيقات إن صديقة القتيلة قالت إن آخر مكان سابتها فيه كان المترو. أنت مش شايف يا حسين إنها غريبة شوية إنه السفاح دايماً بيوقع ضحيته في مكان محدد بعينه؟ ولغاية دلوقتي ما تمش العثور عليه؟ المسؤولين أكدوا إن المترو بيتردد عليه يومياً تقريباً 3.5 مليون مواطن، وطبعاً دي حاجة بتصعب جداً التحقيقات. هل القاتل احتفظ بجزء من الضحية كعادته؟ أيوة يا أستاذ شريف. طب ليه حسين ما بيعلنوش عن الأجزاء دي؟ كان الرد إن الإفصاح عن الأجزاء المبتورة من الضحايا شيء يخضع إلى سرية التحقيقات. وفقا لمعلوماتنا انه تم نقل جثمان ألفة المشد لمشرحة زينهم للتشريح واصدار التقرير النهائي. زمان مصر كلها دلوقتي عاوزة تعرف المجنون ده بياخد من الجثث ايه. يابا امسك نفسك، احنا عايزينك. ظهري اتكسر والسند راح. معلش يا عم، معلش يا عم. ظهري مين وسند مين والناس ميتين؟ هتصحوا الاموات اللي في المشرحه. المسكين ابو نزل يسرح بعربيه فلفل من رمسيس، اتوبيس دخل في العربيه لبس الحاج اللي قدره في دماغه. لا حول الله يا رب. ما بلاش عارفين البني ادمين من فول من طعميه من طرشي. لا اله الا الله. عايزين نشوف المرحوم. ما ينفعش. الهي ربنا ما يحرق قلبك على حبايبك. يولعوا يابا، ما ينفعش. الهي ربنا ما يفرم لك عزيز تحت اتوبيس. ما ينفعش. طب مياه ينفع؟ بس لو مياه كمان ينفع. بص، هو ابو ما يستاهلش، بس عشان خاطر اللي بطنك مش خساره فيك. ماشي، تعالوا ورايا. يابا ما تحترم نفسك بقى يا ابو الكباتن بقى، انت كبير. الراجل محروق على ابوه، بيقول لك الاتوبيس رقش جمجمه، مخ ابوه بقى عامل زي البيضه البريش. تقدر الاحساس. بقول لك يا برنس التبرجيه، هو ايه العسكري اللي قاعد هناك ده؟ لا ده بتاع عنبر الجنائي وجرائم القتل والحاجات دي، ملناش فيه ملناش فيه، هنخش هنا. طب انا بقول ايه، انا رايي تخش انت وانا هستناكوا هنا. انا قلبي ضعيف وما بستحملش الاحساس ده. قلبي معاك. نعم يا اخويا، وانت عايز تسيبني لوحدي ولا ايه؟ لا لا لا، انا هستناك بره، هستناك بره، بس امان عليك لما تشوف الحاج تبصلي في اورطه. ده لو لقيت اورطه يابا. انت هتقول لي اورطه؟ احنا في اورطه، خش ما تفتحناهاش. النظري يا سادة شيء والعملي شيء تاني خالص. وبما ان النهارده اول يوم ليكوا في المشرحة بتاعتنا، اولا اعصابك لازم تمسك اعصابك كويس. اخيرا انك تجيني بمعدة فاضية ما عشان ما تستفرغوش. ودلوقتي تتفضلوا تلبسوا البلاطي بتاعتكم والجوانتيات وتسبقوني على التلاجات. جو يلا يلا. ابوك اسمه ايه؟ اسمه العزبي. ده رشدي. ايه ده كان في ال يا احمد. ايه الحادثة حصلت امتى؟ النهاردة الفجر تقريبا. يعني لسه طازة؟ برضو مش هو. انت متأكد ان هم جابوه المشرحة دي؟ متأكد. ده اسمه نجيب. طب وايه العمل دلوقتي؟ ابوك مش في التلاجات دي كلها. طب ما تشوفوا يمكن في تلاجة اللانشو. رايح فين يا استاذ؟ تدريب. اتفضل. شكرا. Thank you.
أعزائي المشاهدين، في موقع قلب الحدث ستشاهدون ما لم تشاهدونه في مواقع أخرى. أنا دلوقتي يا جماعة داخل المشرحة حيث تفوح رائحة الموت في كل أرجاء المكان. هنا لا صوت يعلو فوق صوت عزرائيل. أنا دلوقتي يا جماعة جنب جثة أشهر قتيلة، جثة ألفة المشد اللي قتلها السفاح. مصر كلها يا جماعة عايزة تعرف السفاح أخد من الجثة دي إيه. وأنا دلوقتي نظرا لبشاعة المنظر مش هقدر اقول لكم غير ان السفاح بطر الرجل الشمال من بعد الفخذ بثلاثة سنتي. كان معكم احمد لاشين من ثلاجة الميتين. طلع لي القصة بتاعت الحادثة. Il arrive en courant derrière moi. Padam, padam, padam. Il me fait le coup du soutien droit. Padam, padam, padam. C'est un air qui me montre des doigts. يا ابني فوق. حرام عليكم يا ابني فوق. حرام عليكم. حرام عليكي يا متوحشة. وداني وداني يا متوحشة. هما فين؟ هما مين؟ الزومبي. فين الزومبي؟ فين الزومبي؟ فين الزومبي؟ يا ابني فوق بقى فوق. ايه المصايب اللي بتجيلنا دي؟ مفيش حاجة. انت كويس يا دكتور؟ دكتور؟ دكتور مين؟ هو انت مش دكتور؟ ايوه صح، ايوه انا دكتور. دكتور فعلا. هو انت عندك كام سنة؟ مش كبير شوية لانك تبقى لسه طالب؟ اصلا انا سقطت سنتين في الكليه، وبعدين ابويا وامي ماتوا كمان، فانا اضطريت ان انا اشتغل عشان اصرف على اخواتي رحله كفاح. لو عندك وقت ممكن ننزل نتغدى واحكيها لك. لا 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 ما عنديش وقت. خلاص شكرا، تقدر تتفضل. انا عايز اسالك سؤال. اتفضل. ازاي واحده بالجمال والحلاوه دي تشتغل في المجزر اللي احنا كنا فيه؟ لعلمك بقى انا بحب شغلانتي دي جدا، وبالمناسبه انت ما تنفعش في التخصص ده. نصيحتي ليك تحاول طب اسنان. انا كمان قلت لهم كده. هم مين؟ في كلية طلبت منهم ان انا انقل تخصص تاني. كان نفسي اخش امراض نساء وتوليد، بس الحقيقة كده السكشن مليان. طب بالتوفيق، تقدر تتفضل. انت بقيت كويس؟ لا لا ده انا بايخ قوي، ده انا تعبان. لا عايز اخد كوباية عصير وتبقى كويس. انا مش فاضي، انا عندي شغل حبيبي. انا تعبان حضرتك. اتفضل. ايه المصايب دي؟ مش راجعة يعني؟ مش راجعة واعلى ما في خلق يركبه. الله، امال مين اللي هيردع العيال؟ ابقى ردعهم انت يا حبيبي. يا شيخة حرام عليك، العيال مفحومين وعمالين بيسألوني عليكي، عمالين بيقولوا لي فين ماما. ماما ايه يا راجل يا مقتول؟ ده احنا بقى لنا ساعة نازلين. لحقوا قولوا ماما، ما هو كله من الهبال اللي انت بتشربه. وبعدين انت حاطة ايه في الشنطة دي؟ اوعى كده يا معفن الكلمة وريتك. اوعى كده منك لله. اوعى بقى فوق. يا نجلاء، يا نجلاء اسمعيني. نجلاء. ايوه يا ماما. لا يا ماما، مشيت وغورته في 60 داهيه وبهدلته وضربته وفرقت على المترو. انت مالك يا ماما؟ انا عايزه اتطلق. انت هتشاركيني في حياتي؟ بصي انا اللي فيها مكفيني، مش هتبقي انت والزمن عليا. وبعدين مش وقت كلام في التليفونات، انا 10 دقايق وجايه لك. في ايه؟ كان معكم احمد لاشين من ثلاجة الميتين. يا فندم والله ما اعرف البني ادم ده دخل هنا ازاي. انا بقيت اجيب الدكتور المسؤول عن ثلاجة جنائي وهشوف. يا فندم مع السلامة. عليك اكيد شفت الفيديو. اه يا فندم شفته. البني ادم ده دخل هنا ازاي؟ انا لقيته جوه الثلاجة ولابس بالطو عليه بادج التدريب، افتكرته تبع حضرتك فطلبت منه يساعدني. يعني شرح معاكي؟ شرح.
زيد المصيبة السوداء. والله يا دكتور أنا كنت شاكة فيه من الأول. ولا ما أنت كنت شاكة فيه، بس سلبتوش الأمن ليه؟ عشان ما تخيلتش إن في واحد مجنون ممكن يعمل كده. بس عارف يا دكتور أنا مش هسيبه غير لما أخد حقي منه. وعقبال بقى ما تاخدي حقك منه كويس، قدمي نفسك للتحقيق يا دوك، وأنت موقوف على العمل. بطلي. آخر مرة كلمتك نلاء كان إمتى؟ من 3 أيام. كلمتك على تليفون البيت ولا على الموبايل؟ لا كلمتني على تليفون سهل. كلمتك منين؟ من المترو يا باسا. الساعة كام؟ كانت الساعة 11 بالليل. وهي متعودة تجيلك دايما في الوقت المتأخر ده؟ أبوس إيدك يا باسا، هتقولي بنتي، أنا خايفة يكون السفاح بتاع المترو هو اللي خطفها. عايزين نهدى شوية، افتكري كده، هي قالت لك إيه بالظبط في المكالمة دي؟ قالت إنها اتخانقت مع جوزها ومسحت بكرامته الأرض ومرمطته. طالما اتخانقت مع جوزها ومرمطت بكرامته الأرض يبقى جوزها ده هو اللي خطفها. يا باشا هو شعبان ده بيعرف يعمل حاجة؟ ده مدهول. عموما كده وكده احنا هنستدعي شعبان ونحقق معاه عشان نعرف ايه اللي حصل. تقدروا تمشوا دلوقتي. وانت يا شهدي سيبي رقم تليفونك. ربنا ما يحرق قلبك على دناك يا باشا، ربنا يعلم قلبك يا باشا. قال بالحق يا باشا، صحيح في اخر المكالمة قالت لي اقفلي يا بت يا شهد اما اشوف الواد السيس ده عايز ايه. سيس؟ واحد كان بيبصبص لها كده في عربية المترو وراح بعتها لي الصورة دي. ايه ساكتة ليه من بدري؟ أنا وسيس فيهم؟ ما أنا يا باشا حاولت أكلمها عشان أعرف أني واحد فيهم، تليفونها بيديني مغلق. أحمد ده ولد صحفي شاطر مهني، أكيد طبعاً اللي عمله ده ما يقصدش أنه يأذي حضرتك في أي حاجة، هو قام بواجبه الصحفي. يعني هو يقوم بواجبه الصحفي وأنا أتحول للتحقيق وتوقف عن العمل؟ أنا أقدم فيك بلاغ للنائب العام وأرفع قضية على الموقع وهشتكيكوا نقابة الصحفيين. إن شاء الله حتى تشتكي للفيفا، أنا ما بيهمنيش على فكرة. اسكت اسكت. وإيه بس الزوبة فندم لكل ده؟ اطلبي بس إيه اللي يرضيكي وإحنا نعمله. أولاً ينزل توضيح على الموقع يتقال فيني ماليش أي ذنب. طب ما ننزل اعتذار في السي إن إن أحسن. اسكت اسكت. خلاص يا فندم اعتبري ده حصل. هو إيه اللي حصل؟ ما تصغرناش يا عدلي. اسكت اسكت. هنتسجن هنتسجن. ثانياً الفيديو ده يتشال فوراً. اعتبريه اتشال. وإيه اللي اعتبريه اتشال؟ الفيديو ده عامل 17 مليون، أنا اللي فيهم 40 باكو. عشان ساعتين وبعد كده هرجعه تاني. حمادة! معقولة يا حمادة تبقى واقف كده؟ أقعد يا ابني أقعد. حلوا المشكلة مع بعض على ما أشيل أنا الفيديو، ها؟ منعم! منعم! أنا مش عارف أعمل فيك إيه؟ ده أنا عمري ما جالي لفت نظر، أقوم بسببك أتوقف عن العمل؟ بصراحة بقى وقفك عن العمل ده مصلحة. ليه بقى إن شاء الله؟ مش المفروض واحدة بالجمال ده تبقى في مشرحة؟ ما المفروض تبقى فين؟ تبقى في مهرجان الجونة. أنا عايز أعتذر عن الفيديو اللي أنا عملته ده، أنا ما كنتش أعرف إنه هيضرك بالشكل ده. أهو ضرني، أنتوا خلاص، السوشيال ميديا والهبل ده جننكم. لو سمحتي ما تقوليش هبل. أنا ياما عملت تحقيقات صحفية وفيديوهات ونزلتها على السوشيال ميديا، شاركت في حل جرائم كتير. طب لما أنت جامد كده، تحليلك إيه على جرائم سفاح المترو؟ أنا بصراحة ما أقدرش أفتي في الموضوع ده، ده محتاج رأي حد متخصص. زي مين مثلا؟ انا عندي حوار بكره مع جهه بس في علم الاجرام، وده بقى اللي هيجيب التايهه، دكتور نهاد الخربطلي. مين نهاد الخربطلي ده؟ ده باحث كبير، ده حاصل على دكتوراه في علم النفس الجنائي، ده غير انه مؤلف قصص رعب وروايات عن الجريمه. تطور جديد ومهم في قضيه سفاح المترو اللي تحول لحديث الساعه، ويبدو انه الخناق بدا يضيع عليه فعلا، لانه المباحث قدرت انها توصل لاول دليل مادي. احنا معانا في الاستوديو مشرفنا الاستاذ عادل الفريدي رئيس موقع قلب الحدث. اهلا بحضرتك معانا. اهلا وسهلا. هل في اي جديد في القضيه؟ الجديد يا شريف بيه ان سيده نجلاء ابو العينين الشواتفي مختفيه بقالها 5 ايام. اخر مكالمه ليها في التليفون كان بيتكلم اختها، شافت واحد بص لها نظرات مريبه ومخيفه جدا، صورته دون ان يشعر، بعتت الصوره دي لاختها. بس الصوره فيه 2 معالمهم مش واضحه وواحد بس هو اللي معالمه واضحه لكل الناس. الشخص اللي في المنتصف ده نظراته مخيفه ومريبه جدا، ده دليل على انه هو الاقرب ان يكون الجاني. رجال المباحث قاموا بمجهود مضني جدا، اكتشفوا ان الشخص ده مسجل خطر، اسمه خميس الجربوع، ليه 3 أواضي تحرش و4 سرقة بالإجرام، وجاري البحث عنه. طيب يا ريت الكنترول يكبر لنا الصورة علشان المشاهدين يقدروا يدققوا في ملامحه كويس. خايفة من الموت؟ حينما يموت أحدهم فهو خير لآخر. العالم ده اتخلق بريء
ونقي، لكن انتم انتم اللي مليتوه بالخيانة. ده انتم طلعتوا ادم من جنة. مفيش في العالم ده غير واحدة بس. ايه اللي لقيت فيها البراءة؟ اسمع يا عبد اسمرالدا حبيبتي، اسمرالدا. انت بتبص لها كده ليه يا اسمرالدا؟ صعبان عليكي؟ اوعى تصعب عليكي يا اخويا، انت مش منهم، انت ملاك، دول شياطين. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it seems so good here to stay. Oh, I believe in yesterday. حبيبتي، أنا مش ممكن أحسنك تخرجي للعالم السافل بتاعه. أنا حوديكي المكان الوحيد لا هتفضلي فيه محتفظة بروحك الطاهرة. أنا هبعدك، أنا هبعدك، أنا هبعدك. إذا لاحظوا الشخص الجنون ده في أي حتة لازم يبلغوا حالة السلطة. فاكرين نفسهم أذكى مني؟ هو ده العبقري يا حل الجريمة؟ جايبني عند واحد بياكل معيز؟ هو مدي على راعي غنم شويه بس ما تقلقيش، ده دماغه سنه. اوعى تفتكر ان هو بياكل الغنم وبس. امال ايه؟ ده بيفكر كده. مي تعملي كده ليه؟ من يوم ولادتك وانا بقول انك نوتي. امينه تاكليش ليه؟ ابو النجا أمرني أنا يا باشا. هو أنا مش قلت يا حيوان 100 مرة ممنوع منعًا بتًا التيس هرب من المعيز؟ يا باشا ما هو مربوط في الواد قدامك أهو. مش كفاية؟ ليه يا باشا؟ هو في حاجة حصلت؟ أمينة حامل. قلت لك جهبذ أهو مسك قضية آداب في دقيقة. سامحوني إني سبتكم ومشيت، بس ده ميعاد أكل مي وأمينة وكارلا. ربنا يخليهم لك كده وتشوفهم عرايس. طب مي وأمينة وفهمناها، اشمعنى دي بقى سميتها كارلا؟ مامتها لبنانية. طب بغض النظر عن الأسرة، إيه رأي حضرتك في اللي إحنا حكيناه لك؟ واضح من اللي أنا سمعته والفيديوهات اللي شفتها للولد السفاح ده وطريقة قتله البشعة للستات، بتأكد إن الولد دوت معقد من الجنس الناعم. ليه الولد ده دايماً بياخد من ضحاياه الرجل الشمال؟ لا هو الحقيقة يا دكتور واللي معلنش على الرأي العام، هو كل مرة بياخد من الضحية جزء مختلف. وانتوا ازاي تغلبوا معلومة زي دي؟ عشان معلومة زي دي ممكن تعمل قلق زيادة في الرأي العام وتخلي الناس تترعب أكتر. ده معناه إن الولد ده عاوز يوصل لهدف معين. إيه هو بقى الهدف ده يا دكتور؟ موضوع زي دوت عشان أجاوبكم عليه محتاج شوية جنزبيل مغلي على كراوية وورقتين ونص جوافة. لا يا دكتور إحنا عندنا التهاب رئوي. طبقاً لنظريات علم النفس الجنائي الكتير، أقدر أقول لكم إن المسجل ده اللي اسمه خميس الجربوع مستحيل يكون هو اللي قام بالجريمة. ده آخره يسرق شنطة، يتحرش بأنثى، إنما يقوم بالجرائم دي ما أظنش. أنا قلت كده برضو يا دكتور. كمان من الصور اللي جبتها لي دي شفت إن السفاح خد من الضحية الأولى القفص الصدري، والضحية الثانية الإيد الشمال، والضحية الثالثة الإيد اليمين، والضحية الرابعة الرجل الشمال. أقدر أقول إن الراجل ده عاوز يكون جسد. معنى كده إن في جرائم تانية هتحصل. بالظبط. خدت بالك يا دكتور من طريقة البتر؟ شفتوا الدقة اللي سالخ بيها القفص الصدري إزاي؟ وفي ايه؟ ما هتشوف الغراب ده عايز ايه يا دكتور؟ مش ناقصه توتر. لما الغراب يلح في النعيق كده بيبقى عاوز ينبه اقرانه ان في هجوم دموي من الحدايات. الحق يا دكتور، امينه اتقتلت. دي مش امينه، دي سهى.
ابو النجا البنطيه بسرعه الضباعه هجمت. يا نهار اسود، برق ورعد ومطر ومعيز مدبوحه بتتحدف علينا، دليله سودا. انا اتبهدلت من ساعتها وانا مش عارفه اتلم على روحي. مش انت اللي قعدتي تتحايلي عليها عشان تيجي؟ استعملي بقى. بس انا مستغرب له، انت اي جريمه بتقابليها بتهتمي بيها بالشكل ده؟ لا طبعا، بس المره دي السفاح بيموت الستات، يعني كان ممكن اكون انا مكان واحده من اللي قتلهم، وكمان عندي احساس ان هم بيدوروا على الشخص الغلط. يعني لو قبضوا على الجربوع اظن الجرائم هتفضل مستمره. مع احترامي لكل اللي قاله استاذ كرومبل اللي كنا عنده ده، كل الكلام ده مجرد استنتاجات، يعني كل الحاجات دي ممكن تطلع في كنافه في الاخر. بس ليه قاعد في المكان المخيف ده؟ انا عارف، هو الدكتور الخربوطلي ده ممكن يبقى عنده اصحاب ويجوا ظروف الحته المقطوعه دي. دكتور الخربوطلي ده ما يصاحبش غير اثنين، يا دراكولا يا فرانكنشتاين. عزمي ايه ده؟ انا اسفه، انا بس خفت. لا اسفه على ايه؟ الموقف مخيف فعلا. لا انا اتخضيت منك. ما انا كمان. اوكي. ايه ده؟ ايه هي العربيه دي؟ فيها فتحه سقف. فيها. وده فرق في السعر ولا صاحب المعرض ما كانش عنده نظر؟ فرق جامد. يعني ايه ما تعرفش؟ هو مش ساكن في الشقه دي؟ والشقه دي المفروض انها في عمارتك انت؟ يا سعاده الباشا، العماره دي مخالفه ومفيش حد ساكن فيها. ساعتك انا من يوم ما بنيتها طلع لها قرار ازاله وانا متشحطط في المحاكم. ايوه، انا كان عايش هنا ازاي؟ اقسم بالله العظيم ما اعرف. الراجل ده سعادتك نزل برشاطه على الشقه. ايوه باشا، ده كله تمام يا فندم. ايوه فندم، انا متاكد تماما. ده سايب جواب فيه اعترافاته بخط ايده كمان. ده غير ان متعلقات كل ضحايا موجوده برضه في الشقه. كله بتوجيهات سعادتك يا فندم. مع السلامه. ايه اللي جابك هنا؟ انا بتابع شغلي. بأمارة ايه يا دكتوره؟ انت ناسي انك موقوف عن العمل ومتحوله كمان للتحقيق؟ وهو طلع مسجل خطر وسايب جواب فيه اعترافاته بخط ايده. ده غير ان بصماته موجوده على كل مكان في الشقه. احنا لو كل واحد مننا ياخد باله من شغله ما كانش ده بقى حالنا. احمد، انت مصدق ان الجربوع هو السفاح؟ حتى لو ما صدقتش، الراجل كاتب جواب معترف فيه بكل اللي عمله، ده غير ان هم لقوا جثته في نفس المكان اللي بيقتل فيه ضحاياه. صح، بس برغم ان الادله والشواهد بتقول ان الجربوع هو السفاح، لكن انا قلبي بيقول اني مش هو. طب قلبك ما قالكيش حاجه تاني؟ لا يا احمد، اصل انا ما بحبش اقرب للمنطقه دي خالص. ليه؟ منطقه الغام. بص، انا مريت بتجربه فاشله، قعدت متجوزه 5 سنين، كان دايما في مشاكل بينا بسبب شغلي. ليه؟ انت كنت بتاخد الجثث معاك البيت ولا ايه؟ هو كان دايما بيتهمني ان انا مش مهتمه بيه وان شغلي واخد كل وقتي. وانت برضه بصراحه شغلانتك صعبه قوي. ما برضه مش اي حد يتجوز طبيبه شرعيه. على فكره انا ممكن اتجوز طبيبه بيطريه عادي، بس تبقى بالرقة والجمال ده. أحمد من فضلك بلاش نتكلم في المواضيع دي تاني. أنا ما اتكلمتش في حاجة، أنت اللي عمالة تقولي مناطق وألغام ورمل. بس تصدق المنظر من هنا تحفة؟ دي أول مرة تشوفي 6 أكتوبر من فوق. إيه اللي هناك ده؟ ده أركان، وده بقى داندي مول. هو ده هايبر يا عبلة. هو الجربوع اسمه الحقيقي إيه؟ باشا انا من ساعه ما عرفته وهما بينادوا له جربوع. ايوه، يعني الجربوع اتولد هنا؟ ايوه يا باشا، هو الجربوع نشأ وترعرع. ايه نشأ وترعرع؟ وانا بسالك عن طه حسين، ده قتل قتلة. هل الجربوع كان باين من تصرفاته انه ممكن يقتل بالمنظر ده؟ والله يا باشا ما حدش فينا مصدق ان الجربوع يعمل كده. هو صحيح عيل شمال ولبط، بس ما توصلش لدرجه القتل. يا باشا ده من ساعه ما طلع مراته من يجي 3 سنين ولا حد شاف خريته في العبد. كما عودناكم على الانفرادات واللقاءات الحصرية، الآن اللقاء الأول والحصري مع أنسة الجربوع، طليقة خميس الجربوع، عزة العفش. تقدري تقولي لنا إيه سبب طلاقكم؟ كان لعب كده وعينه زايغة وكان بيتحبرش بالنسوان. بيتحبرش؟ طب هو ما حصلش أي اتصال ما بينكم من ساعة الطلاق؟ أبداً، 3 سنين ما شفتش خلقته، ده حتى ما فكرش يوم يجي يشق على العيال.
يلا الله يرحمه بقى مطرح ما راح. تفتكري ايه الدافع اللي خلى الجربوع يرتكب الجرائم دي؟ انا قلبي مش صافي له لكن الجربوع ما يقتلش. ما يقتلش ليه يا مهندس ديكور؟ وبعدين ده معترف وساب جواب بخط ايده. جواب ايه يا باش؟ الجربوع بصماجي، يعني لا بيعرف يقرا ولا يكتب. بصماجي لا بيعرف يقرا ولا يكتب؟ ممكن اعرف ايه هي الحاجه المهمه اللي تخليك تنزلني من بيتي متاخر كده؟ هشرح لك، هقول لك ايه الموضوع. ومين ده كمان؟ هكون سواق اوبر حضرتك، ما انا صاحبه. ما تهدى يا عم شاكر، ده شاكر صاحبي وبنعمل كل التحقيقات الصحفيه مع بعض، ده غير انه عبقري في الكمبيوتر. دي حقيقه. يعني انت منزلني من بيتي عشان تعرفني على بيل جيتس ده؟ ايه في ايه؟ ما تهدي علينا يا ست الفلحوسه، مش انت اللي بتسالي يا جدعان؟ انتوا هتتخانقوا مع بعض ولا ايه؟ الموضوع ان شاكر عمل تحقيق صحفي مع مرات خميس الجربوع، وفي في التحقيق ده حاجه مهمه لازم تشوفيها. جواب ايه يا باشا؟ الجربوع بصماجي، يعني لا بيعرف يقرا ولا يكتب. صدقتني؟ كان عندك حق. عارفين يا جماعه، الفيديو ده اول ما هرفعه على الموقع هيركب الترند خلال ساعه. لو سمحت الفيديو ده مش هينفع ينزل خالص. ليه قطعت الارزاق؟ ما تشوفها يا احمد. ايه ده يا عمنا انت؟ عشان الفيديو ده لو نزل والسفاح الحقيقي شافه هياخد احتياطاته وممكن يختفي خالص وما يتمسكش. يعني قصدك ان احنا نسلم الفيديو ده للبوليس؟ البوليس بالنسبه له القضيه اتقفلت خلاص، ومش كلام يعني طريقه الجربوع اللي هينفي التهمه عنه. احنا محتاجين دليل قوي. يا نهار اسود، المكان الكئيب ده. ما احنا داخلين بيت سفاح، هو احنا داخلين بيت سهير الباب ليه؟ يلا ادخلوا. حسبي. ايه دي؟ علامات مسرح الجريمه. حازم ما تدوسوش هنا، دي جثه الجربوع. المكان اللي كانت فيه الجثه. المكان اللي كانت فيه الجثه. المكان ده. شايفين السواتير والسكاكين دي؟ ايوه، دي الادوات اللي كان بيذبح بيها الضحايا بتوعه. يا نهار اسود، ده لو بيذبح حقول فريزيان مش هيستخدم الادوات دي. في صوت ميه بتنقط. دي اكيد حاجه فيها جلدتها بايظه او ماسوره مشروخه. طبعا اذنكم انا. على فين؟ هجيب سباك واجي. يلا نشوف فيه. انت مش هتيجي معانا ولا ايه؟ لا انا اخر الليفنج. اتكلوا انتوا على الله. انت ما سمعتوش ولا ايه؟ بيقول لك اتكلوا انتوا على الله. انت حاسبني اروح لوحدي؟ لا، ما هو اصل هو يتيم وسنته مكسوره. يلا امشي قدامي. حنفيه وبتنقط ميه، احنا مالنا؟ ما تيجي تمشي. استر يا رب. ايوه. اظن الحمام فاضي، يلا بينا نمشي. افتح الستاره. مش كاسي يكون حد بياخد دش ولا حاجه. افتح. طب القطة دي جت منين؟ من هنا. ده باين له شفاط. طب وايه اللي طلع القطة عند الشفاط؟ لا، ما انا مش جوزها عشان اعرف. طب ما تطلع احمد تشوف في ايه؟ طب ما تطلع انت. اطلع ازاي وانا لابسه جيبه؟ اطلع يا احمد. حاضر. اخلص. حاضر. شبك. حاضر. يا نهار اسود. ولا شاكر ولا خالتك هنا؟ هلا اخلص يا عم بالعربيه الجيب اللي انت لابسها دي. بس ده مش شفاط يا جماعه. لا شفاط. مش شفاط. لو مش شفاط يبقى ايه؟ خلاط. خلاط يا جماعه. اخلص وانا اللي شايف. ايوه اخلص. ثانيه واحده.
اعمل ايه ده كده؟ انت بقى اللي جاي مقدم على شغل عندي هنا في السنتر. يا فندم. انا مسعد. انا عايز اقول اني سعيد جدا اني واقف قدام اسطورة العناية بالقدمين والاظافر في الوطن العربي. مسعد سيب الطبلة وانت بتتكلم معايا، ما بحبش الجو ده خالص. قول لي يا مسعد، انت شايف الشغلانة بتاعتنا دي شغلانة سهلة؟ دي عملية معقدة وصعبة جدا يا فندم. لا يا مسعد، هي شغلانة سهلة وسهلة جدا كمان، بس اللي بيفرق ما بين واحد والتاني الفن. الموضوع فن يا مسعد، يعني هل انت فنان رجول؟ جدا يا فندم. لازم تفهم يا مسعد ان مسكتك للمبرد وانت ماسك رجلين الجست اكنك مش بتشتغل، لا بتعزف على كمان. الله. الرجل يا مسعد هي صفحتك البيضة، والمبرد فرشتك اللي هتحط عليه لمستك على رجل الزبون، والا يا مسعد هيبقى ايه الفرق بينك وبين القصافة؟ صح يا فندم. طيب قول لي يا مسعد، شايف نفسك تحت رجلين مين كمان 5 سنين؟ هيفا. اخس اخس يا مسعد، خزلتني. هيفا هو ده طموحك؟ واحده مزه جامده هتضيف لها ايه انت بدوافرك دي والبرفوم الصيف اللي انت حاطه في الشتاء؟ هتضيف لها ايه بدل ما يبقى طموحك يا مسعد رجلين واحده مقشفه جربانه كلها كيوتيكال؟ كل كلمه بتقولها درس. عموما يا مسعد روح لهايدي بره، خليها توقفك محد شغال، اقعد اتعلم وشخبط وفرجنا على الشخبطه بتاعتك. شاكر جدا يا فندم، وباذن الله هكون عند حسن ظن حضرتك. انا مش مستني منك حاجه اصلا يا مسعد. يلا يلا. مسيو هاني جود مورنينج. ايه العكي ده بقى؟ مسيو هاني جود مورنينج. انا اسفه، مسيو هاني بونجور. صباح القشطه. اداره مسابقه ملكات جمال لبنان بعت لحضرتك التيكتس، والاجتماع هيكون مع باقي لجنه التحكيم. هايل هايل. بس للاسف هو في حاجه. ايه؟ حضرتك غيرت الميعاد اكتر من مره وما لقوش فيرست كلاس. مش فيرست كلاس؟ انا اسفه جدا. يعني هاد ايكونومي اكل وجبات بلاستيك؟ انا فعلا اللي غلطان، انا اللي غيرت التيكتس. وبعدين كله يهون يا هايدي عشان خاطر مصر. تعالى يا واد اتكلم على خالك. هو ده خالي؟ ازيك عيل واد؟ وعايش من ده؟ هات ده بقى نصطيب احبو وخد ديت. ايه اللي جابك؟ يا سمير مزعل مامي ليه؟ ادي النيله المهببه، انت اشتكيتي له؟ اشتكيتي له وقلتي له؟ اختك مش فهمان يا خال، انا فنان، فنان والله العظيم ثلاثة يا خال. فنان ايه يا ده؟ ده بايه؟ ده انت من عيلة الأباصيري يا راجل. بقى أباصيري بقى شندويلي. أباصيري ملوك الكيف يا كلب. عاوز تشتغل في الافراح والموالد عشان تعرينا؟ افراح وموالد ايه يا خال؟ افراح وموالد ايه؟ انت لسه عايش في موضه الترنجات الملونه وجلجيلي جلجله يا خال؟ دلوقتي في نت، في تكاتك، انت مش بتسمع الاغاني بتاعت اللي بعملها وبتعجبك؟ بتعجبك ولا بتعجبك؟ بتعجبك ولا لا؟ سمير الحقيقه هي بتعجبني. وانا كمان بتعجبني، بس هوايه يعني ما فيهاش مستقبل. هوايه ايه يا اما؟ دي كلها المستقبل. لا هوايه، ولو كترت في كلامها اديلك على وش امك. لا مؤاخذه يا نانا، تعصبت على الولد عشان مصلحته. براحتك يا اخويا. انت عايز تعرينا قد الجزمه؟ انت بتشتم اختك يا ابن الصرمه. بتشتم اختك برضك يا ابن الكلب. بتشتم جوز اختك الله يرحمه. يا عيله واطيه يا ولد الكلب. ايه ده؟ قلت اخلص بقى، انا هفضل اصنفها لك. انت عايز ايه مني دلوقتي يا خال؟ انت مش لا مؤاخذه بتديني الفرش بتاعي وببيعه كله؟ ما حدش له حاجه عادي، ما حدش له حاجه. يا ولد انت بطل. يا ده انا عايزك تكبر يا عشان تبقى معلم ملوي هدومك وتشرف العيله. انت عايز ايه مني يا خال دلوقتي؟ عالضيق وفي كلوز وعالدغري. تجهز شنطتك، عندنا سفريه بيزنس. بيزنس؟ بيزنس لغه لانجويج. ومن امتى لا مؤاخذه يعني شغلنا كنا بنسافر له؟ شفت ان النت بتاعك لحس دماغك؟ وان انكل اللي هو خاله هو اللي عنده الابديت كله؟ عندي صنف في لبنان جديد هحزم به السوق. وبعدين ترقصه. وبعدين لا انت عليك بقى، خاله كبر. لبنان؟ احنا مش كنا فوتنا الشغل في متعوقبه؟ نرجع تاني لمدان لبنان وده ارجع تتقفش يعني وارجع اضمنك انا؟ ياد بقول لك لبنان الحمراء. حمراء؟ بيروت. بيروت؟ جبال الرز. جبال الرز ايه؟ جبال الرز ايه؟ اسمها جبال الارز. الرز غيروا اسمها وخلوها الارز. ارز؟ اه.
وانا اقول برضه رز ايه اللي هناك هم كلهم سمباتيك كده. انت بتتكلم جد يا خال؟ عيب ولا انا هزر معاك في الشغل. والمصحف الشريف أيوة. انا معاك معاك يا خال، يلا معاك في اي مكان، صحرا كان او بستان، اي حته، المهم امان. تمام يابا، زي الفل هنا. السلام عليكم ورحمه الله يا مولانا. نعم نعم، اطمن، انا دلوقتي في المطار. نعم الفلاشة معايا، بس بعد اذنك يا مولانا يا ريت تبعت لي عنوان الشقه اللي انتوا اجرتوها في رساله نصيه، علشان اول ما انزل لبنان اوريها لسواق الميكروباص عشان اوصل. في رعايه الله، في حفظ الله، السلام عليكم ورحمه الله. بيبو. نعم يا طارق. انا مش عايزك تسافر، انا رايح مكان احسن من هنا، رايح الولايه. ولايه ايه؟ ولايه الحق. انت مش فاهم، انا هبسطها لك. مش انت بتحب برشلونة؟ اه. مش فاكر لما بهدلت ابوك لحد ما جاب لك الفالينة بتاعت برشلونة؟ اهي برشلونة دي بتاعتنا الاندلس، وانا رايح ارجع برشلونة، وساعتها جايزتك هتبقى الفالينة الاصلية بتاعت برشلونة. عمرة مقبولة يا ابني. امين يا ام، بس انا مش رايح الحجاز، انا رايح لبلاد. فين دي يا ابني؟ في بريوت. تقبل الله. خد بالك من نفسك يا ام. حاضر يا حبيبي. بابا سلام يا حبيبي، خد بالك من نفسك يا حبيبي. خد بالك انت من الميكروب. في عينيا يا حبيبي. انت لا انت يلا اتفضل ارجوك. ايوه ايوه حاضر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ايه الباسبور؟ اتفضل اتفضل. انت رايح فين؟ لبنان. مين؟ بريوت. بيروت. ورايح لبنان تعمل ايه بقى يا محمد؟ انه المجون سياحه. سياحه. نعمل ايه يعني؟ وسايب دقنك كده ليه؟ نعم سايب دقنك كده ليه؟ اصلها ملتهبه. هي ايه دي دقني؟ لا مصحى مع حضرتك، اصلها موضه، وانت عارف البنات بقى بيحبوا الدقن. طبعا اعرف. طبعا. يعني انت مش سايبها سنه؟ اللهم صل على النبي، هي التجوز برضه سنه. طب تعالى بقى هنا وطلع كل اللي في جيبك. انا مش مربيه سنه. بقول لك تعالى هنا وطلع اللي في جيبك. انا عايز افهم دلوقتي. معلش يعني حضرتك معطل الطابور وعمال تساله اسئله شخصيه، هو في ايه بالظبط؟ الاكونت بتاعه سرق وانت بترجعه له؟ ايه ده؟ انت مين وبتزعق ليه؟ انت تعرفه؟ لا انا ما اعرفش الاشكال دي اصلا، بس يعني حضرتك معطل الطابور وعمال ماسكه سالخه، ولا يعني عشان هو غلبان وشكله معفن فانتوا ماسكينه؟ لا لا، ايه ده حضرتك؟ ليه معفن؟ انت كده بتشتمني. انا اسف ما اقصدش، بس يعني بص لضوافرك، يعني محدش بيعمل ضوافر سكوير خالص. بقول لك ايه يا استاذ، انا بشوف شغلي وشغلتي هنا اشوف مين طالع على الطياره. افرض الاستاذ معاه قنبله، هتبقى مبسوط حضرتك؟ لا يبقى الصح بقى تاخدوه اوضه تضربوه تعرفوا مكان القنبله وتريحوا الناس دي كلها. لا 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 يا باشا، خلاص يا باشمهندس، من غير ضرب، حضرتك شوف اللي صح واعمله، انا هتفتش. تصدق ان انا غلطان، انا بعتذر يا فندم، بس ده بقى تفتشوه ذاتي. انت بتلغي كتير ليه؟ معلش طبيعه الشغل هي. ايه يا استاذ بالدور يا استاذ؟ بصراحه انا خايف احسن الكراسي بتاعت الطياره تخلص، وانا مش هينفع طول المسافه دي افضل واقف، لان عندي خشونه بالركبه. خشونه في الركبه ايه؟ انت جاي تصرف معاش. كراسي مش هتكفي، انا بقول لحضرتك يا استاذ دي طياره مش ميكروباص. ما انا عارف ان الطياره حضرتك اتعامل معاها بشكل احسن من كده. من فضلك ارجع تاني واقف في الطابور من فضلك. قلت لك يا اخي ناخد جو باص ولا وسط الدلتا، انت اللي قلت مش هقرر. اسرع تعالى فتش تعال. شفت لو كنت بقى مشيته ما كنتش تخلي الغوغاء دول يخشوا. برضه بتتكلم تاني؟ قلت لك دي طبيعه شغل. كابتن انا نفسي افهم طبيعه شغل. ايه يا كابتن؟ ايه الغاوي اللي بتطلعها بالدور؟ ايه انتوا غوغاء انتوا؟ وايه الواد ده من قصد دي لبنان؟ معلش يا باشا انتوا على الاقل بقى هنا على باشا باشا رايحين فين يعني؟ احنا كله في دور. ممكن اقعد هنا بليز لو سمحت؟ طبعا اتفضلي. لا 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 حضرتك يعني عذرا، انا هقعد جنب صاحبي عشان هو ما بيحبش بنات عرايا يقعدوا جنبه. صاحبك ايه؟ لا تعالي، مش صاحبي. لا لا مش صاحبي. تعالي انا اسف، خدي يا مارشميلو. لا لا مش صاحبك ايه؟ ما انا اللي انت انقذتني من الضابط ساعه التفتيش. مش عارف ليه حاسس ان انا اتسرعت في الموقف ده. بالعكس انت عملت موقف نبيل، يعني ان انت وقفت قدام الضابط عشاني، وهو ده المفروض المسلمين ان هم يتحدوا مع بعض عشان يحققوا شيء زي اليهود والنصارى. النصارى؟ نعم. تمام. نعم. هو ده حقيقي ولا دمية؟ الكمبيوتر؟ نعم. دمية. بتعمل ايه؟ بضيع وقت. طيب بدل ما تضيع وقت في اللعب ما تضيعه في الاستغفار. رحلة رقم 504 باب فروق. انا اسمي بيبو. لهليبو؟ ده اسم رقاصة لهليبو ده. لا لا اسمي بيبو.
بيبو 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 يا سلام يا خطيب بيبو بيبو خلاص تمام بيبو. انا كنت سامع بس في الاول تمام بيبو مش لازم اقول لك اسمي بالكامل ده انت عسل شكرا واسم حضرتك ايه هاني 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 فين الشنطه اللي فيها الفلاشه يا هاني فلاشه ايه الشنطة بتاعتك اللي هيكونوا خدوها منك ساعة التفتيش هي فين؟ لا موجودة الشنطة موجودة بس انت هرستها موجودة الحمد لله اصلا حلوة وغالية هاني نعم هو انت بصت ايد الراجل ده ليه؟ عشان الراجل ده ابونا هو انت كفتس النصارى إنهم أخوة لنا النصارى إنهم أخوة لنا الضروريات تبيح المحظورات مش أنت مسافر لبنان؟ بس أنا هنزل يعني بدري هو في محطة قبل بريوت؟ في محطة كده بين أنت قفل ليه كده يا بيبو؟ يعني أكيد هنزل لبنان الحمد لله المهم تنزل آخر الخط ومعنا الشر بونجورين انفيتيشن بليز نعم تيكت الدعوه يا زلمه عيب قله الادب دي انا مش زلمه ليه تقول لي زلمه انت مو زلمه انت زلمه عم اسالك على عيب عيب كده يا زلمه يا لا عيب وين تيكت الدعوه مش معنى انا اللي وقفتني ما انت كلهم دخلتهم بتسالني انا ليه هيدي مسابقه ملكه جمال لبنان عشان تفوت لهون لازم دعوه او تيكت انا بصراحه معيش دعوه يبقى تشتري تيكت ماشي نشتري بكام التيكت 1500 دولار ما قلتش بكام يعني 1500 دولار عم اقول لك رح تشتري ولا بتفل من هون لا انا هفل طب يلا فل من هون ربنا يسامحك رح سامحني يلا استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم الشيطان الرجيم حرية 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 مش عارف ايه الستات دي كلها ده كده هروح النار حتف طب اعمل ايه في عينيا اقلعها واحطها في جيبي حرية 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 السلام عليكم ورحمة الله يا اخ امرني خيي معك مشمش حبيب قلبي معي مشمش منين انا جاي على سفر وهو مش اول المشمش لا 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 هيدا اسمي مشمش اسمك مشمش الحموي اللهم صل على النبي لا حول ولا قوه الا بالله شوف كده انا يعني بالفراسه كده انت من الاخوه وسماهم على وجوههم واللحيه الجميله يعني بسم الله ما شاء الله يعني الا اخ مشمش انتوا بتعملوا ايه هنا نحن بنتظاهر من اجل الحريه الكل الجايز هون بلبنان منشان نلغي المسابقه تخيل خيي ما بدهم يدخلونا المسابقه لمجرد اننا قليه اصبحنا اقليه دلوقتي بعد ما كنا ملوك الارض شرقا وغربا بعد ما كنا ملوك الاندلس دلوقتي بنتظاهر عشان حقوقنا ده استغفر الله العظيم ده الكفر ده اكل شو بدك هلا انا عندي احساس ان الناس اللي جوه دول معنصرين ضد الاخوه وانا بصراحه كده يعني ايه انا عاجبني فيكم ترابطكم وتلاحمكم والموقف اللي انتوا واخدينه عشان كده انا هاخد معاكم اوه تقبرني خيي بدك تاخد هاخد طبعا وانا صغير بص يا اخ مشمش المسابقه دي احنا لازم نزفلتها اخواني لقد حدثت الفاجعه
إنهم يقتلون الجهاد، إنهم يقتلون الجهاد، أليس كذلك؟ لقد أتى علينا اليوم الذي أصبحنا فيه أقلية، نحن أقلية بعدما كنا ملوك الدنيا شرقا وغربا، ملوك الأندلس. برشلونة دي بتاعتنا، يجي علينا اليوم ونصبح أقلية؟ ولكن هيهات، لقد انتشر الفساد في الأرض، انتشر الفساد في الأرض. هم عايزين يزحلقونا بس احنا مش هنمشي، هم يمشوا مش هنمشي، هم يمشوا مش هنمشي، هم يمشوا. الولاد اتأخرت قوي يا خال. معلش يا ابني، دي المعلمة. انت عارف المعلمة في لبنان يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني معدية التمانين. معدية التمانين؟ ده هتلاقيها ولية كبيرة بقى ومتسيغة وعمالة تجر رجليها من كتر الصيغة اللي لابساها. اوبا، هي دي المعلمة. شبه نادية الجندي. الجندي نفسه. الله الله ما شاء الله الله. هاي. شو عم تعمل؟ بطلب الاسانسير. اصل كنت عايز اطلع اقول لك كلمة في ودني. مهضوم. ده قعدت زينا ولا؟ اه يا اخي. طب انا اعمل ايه؟ اقعد؟ اقعد. عادي؟ اه. روقته؟ احنا مستنيين حد يروقنا. ايه ده يا خال؟ دي جايبه لنا كوز لانشون. لا ياض، ده هو الحشيش بس صلاح وعبد الفتاح. حسس وقول لي النتيجه. عناية يا قليل الادب. اعذرنا يا خال، اصل انا وسخ. ما تقولش على نفسك كده، خالك اوسخ. عشان تبقى معلم تعرف الحته من اول ما تمسكها بايدك، تجيبها يمين اه تيجي معاك، تجيبها شمال اه تيجي معاك، لمؤاخذه في الكلمه تسخنها اه تطرى في ايدك اه. حياتك يا خال كله دلوقتي مضروب، ما عادش في امان. الريحه والملمس لا يمكن يتضرب ابدا، مش كده يا قمر؟ اكيد يا خلاصي. حنة والبان ذكر وقشر برتقان يا خال. مبروك عليك مسيو علي. مسيو؟ ده هما اللي مسيو يربوني. بقول لك ايه يا قطه، في عندكم بلات؟ طبعا، نحن اللي عنا البلز. ايه ده يالا؟ ده حبوب هلواس يا خال. اخرس، انا يمكن انزل البلد حاجه زي كده واضر بيها الشعب؟ انا وطني، ثم انا اسمي السبيشياليست، تخصص حشيش. ده عامل زي الحلاوه اللي بنجيبها من طنطا، شبه حب العزيز. الربع بقرش. حلو ولذيذ. الربع بقرش. خد يا ولد، سف دول. بس ديروا بالكم، هاي دول حبوب كتير قوية. احنا محترفين يا قمر. احنا العيال عندنا بيفطروا بيه الصبح. احنا احفاد الفراعنه، 6000 سنه حضاره. والف من عندي يبقى 7000. بس معلش، الدولار ببهدلنا. هلا اهم شيء كل شيء جاهز، انت امين حالك بالمينا والشحن بكره بيكون عندك. انا نفسي اعمل زياره للتاتو ده. مسيو علي، انتو بكون شيء؟ مسيو علي، انتو منيح؟ لا احنا من مصر. يلا ولا قوم بينا يا عشان شكلنا هنبهدل الدنيا ومش قادر. يلا يلا يلا. خايف. ايه يا ده؟ انا خايف يا خير. ده احنا واقفين فوق جبل. الله، ده في مقطم ولا ايه؟ مقطم ازاي وفي ميه؟ مين قال لك ان الميه قطع في المقطم؟ كانوا قالوا في الشريط اللي بكيت تحت ده. قالوا ايه ولا عادوا ايه ولا عادوا ايه؟ قادر عليا لو ربنا رجعنا مصر بسلامة. لعب الكولدير تحت باب البيت. وانا نادر عليا لو رجعت مصر اشيل الكولدير ده. ليه؟ اهو كده. ايه ده؟ ايه؟ البيت اهو. اه صحيح، البيت اهو. لا لا
لا اهو. ايوه البيت اهو. أيوة البيت اهو. لا لا البيت اهو. ايوه اهو. هنروح له ازاي؟ هنعوم. عوم. عوم يا خال. هنعد من واحد لثلاثه ونقفز. من واحد لثلاثه ونقفز. نقفز. انت بتعرف تقفز؟ عيب يا عيب. ربنا يستر. ربنا يستر. واحد. روحني يا ابني. حاضر. عايز اروح. اشوف لك حنطور. لا شوف لي بيتش باجي. بيتش باجي؟ اه. يا بيتش. باجي. بيتش. باجي. بيتش. اول الباجي. حرية 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 حرية. ايبو. هاني. تعال تعال تعال. حرية هاني ايه وزرب انت ايه تعمل ايه هنا يا حبيبي؟ حريه حريه. بتقول ايه؟ بصراحه انا مش عارف بس ده كان شعار بيتقال في المظاهره. انت ايه بقى اللي بتنيله بالظبط؟ يعني انا سايبك على الطياره بتعمل برنامج خطوات الشيطان، اجي دلوقتي الاقيك واقف في مظاهره للجيز. مجموعه من الاخوه دول يعني كانوا رافضين زي حالاتي الفسق والفجور اللي بيدور جوه، فانت قلتوا تعملوا الفجور بره. طب ما تيجي تنضم معانا هتتبسط جدا. انت اتبسطت جدا؟ صباحيه مباركه. انا من الاول لما شفتك قلت لك انت ويل. ما بلاش شتيمه بقى وقله ادب يعني من ساعه الطياره. قله ادب ايه يا حبيبي؟ انت ماسك عالم ريمبو في ايدك وراسم لي ريمبو على دماغك. وماله الرينجو يعني يا هاني؟ في ايه الرينجو ده يعني؟ رينجو ريمبو. ريمبو؟ انت مش فاهمني. انت اللي مش فاهمني يا حبيبي. انت واقف في مظاهره للال جي بي تي. نعم هو ده اسم الجماعه. لا ده وصف للجماعه. لا ما هو انت شكلك فيه سوء تفاهم. يعني انت يا بيبو عايز تفهمني ان انت وقفت معاهم عشان اضطربت بس؟ نعم. بيبو طيب انت عارف يعني ايه جيز؟ لا توقعت. ماشي جيز يا حبيبي يعني شواذ. يعني انت بتفسر كلمه انجليزي بكلمه تانية انجليزي ما انا مش فاهم. عجله. طب ليه بيداري كده ولا هو داري كده ولا هو داري؟ هو ده وقت غنى يا هاني. حبيبي انا بشرح لك. هاني قول لي كده في وشي على طول عشان انا مش فاهم بصراحه. طب لف تعالى. الف؟ اديني ودنك. انت خايف مني انا يعني وسايبهم هما؟ شواذ دول اللي هما قوم لوط. قوم لوط ليه تقول لي على انت ما شفتش عملوا فيا ايه؟ احكي لي. بدك تاخد؟ هاخد طبعا وانا صغير. نهار اسود. نهار اسود ايه بقى؟ يعني انت ما حسيتش باي حاجه يا بيبو ولا انت كنت بتستعبط؟ انا في لون يا هاني. معلش سوري يا بيبو على اللي حصل. سوري. طيب انت ليك في الكوره؟ هو ده وقت لعب كوره يا هاني؟ لا نتفرج على ماتش. في ماتش مهم النهارده تعالى نتفرج عليه. بس اديني ربع ساعه اخلص تحكيم ونروح سوا. ماشي يلا يلا بيبو. ارمي بقى اللي في ايدك ده. ايه ده ايه ده؟ قلت لك يا خال ما تفتحش الشراعه اهو الدبان دخل. ما احنا ما نعرقهاش للدبان ونقول ده قدر الرحمن. دخان انا ولعبت يا زهر. دخان واتبدلت اللي قوم يا خال. مش قادر قوم يا خال. انا مش عارف الحاجات اللي بتاعت انا تعبان فيه بشوف حاجات. ايه ده؟ الهاب التلفزيون ده اشتغل لوحده ليه كده؟ يكونش تلفزيون مركزي؟ مركزي ايه؟ ايوه ايوه في لبنان بيبقى التلفزيون مركزي زي التكييف كده. والمصحف الشريف؟ ايوه هو بقى. الله حاسس في حاجات بتتحدف. الحالي بسرعه بالنضاره بتاعت الثري دي عشان لو في اي حاجه وقعت عليا ولا حاجه احاول اتفاداها لان ما بتلوش. ما جبناهاش من مصر ديت. انت ايش طب؟ اوبا ايه؟ تعالى جنب سمير عشان الفيل الازرق هيبدا. الفيل الازرق ايه يا حاج؟ اسم الله على مقامك ده حمار. لا لا فيل الفيل الازرق كده. لا اله الا الله. سلامتك يا هاني. الله. بقول يا ابو صبا ايه؟ سيبنا لوحدنا شويه. مين سيبنا لوحدنا دول؟ سيبنا سمير وبعدين ابو صبا. مش احنا اتفقنا لما يجي حد ضيوف عند خاله
بتقوم تقول بالاذن انا؟ ايوه ده للضيوف، لكن دي ثلاجه. ثلاجه ايه يا حمار؟ انت مش شايفها؟ الصاروخ اللي لابسه ازرق ده غمازيت اللي بعينيها. صاروخ يا حاج. يلا اتحرك. اتبسطت بخلقت امك دي؟ اهي ماشي. فيها خلق ايه؟ مين اللي ماشي؟ انا تعبان عايز افصل جنبها. انا تعبان عايز افصل. ما تقلقش، انا فصلت ذات نفسي وحللت. انا مالي وبال، انا راجل متخصص حشيش تشرب لي البلا الازرق ده. ايوه انت مش قده شربته ليه؟ انا مش شايف، عايز افصل يا ابني. انا تعبان. ما تقلقش يا خال، انا هنزل اجيب لك شيبس. ولا انا عايز شيتوس بالجبنه. او اجيب لك شيتوس بالجبنه ده منين؟ عايز شيتوس بالجبنه. هجيب لك شيتوس بالجبنه. لا ده استنى، خلينا على قديمه احسن. انا عايز جبنه قديمه. ايوه وخل. أيوة. ورنجه. جبنه قديمه وخل ورنجه. بس بسرعه. انت عايزه بسرعه ولا عايزه بالجبنه؟ هات اتنين بسرعه واحد بالجبنه بس. حاضر. يخلص. حاضر. شفت؟ شفت ايه؟ شفت عينيها بتقفل ازاي؟ لا ما بتقفلش يا خالة، هي مفتوحه اهي. عينيها بتقفل؟ لا والله اهي. الحق عينيها بتقفل. لا اهي والله مثبتها لك. عينيها لو قفلت كده هيبقى غلط. ما تقلقش هنفتحها تاني. غلط، عينيها بتقفل. عينيها بتقفل. عينيها بتقفل. ثبتها لك بسلوتيب. بدور على سلوتيب بس واثبتها. شوف عينيها الظاهر، عينيها بتقفل نص يوم. انا مش قادر. استريح انت يا خالة. بتقفل. لا ما بتقفلش. استريح انت يا خالة. استريح. مش قادر. سبحان الله. بسرعه يا سمرة بسرعه. حاضر. استريح بس انت الغلطة. بسرعه يا سمرة مش قادر. تعبان. جيلو ده ايه المكان اللي انت جايبني فيه ده يا عم هاني؟ هو ضيق فعلا بس ظريف. بقول لك ايه، شوف هتشرب ايه. ده منيو المشروبات. منيو المشروبات ده ولا صفحه الكبائر؟ حرام عليك، ده احنا في مخور. بس بطل افوره لو سمحت. احنا هنا في لبنان، اي مكان في لبنان بيبقى فيه كحول. وبعدين متضايق قوي، اتفضل امشي وانا هتفرج على الماتش لوحدي. مش هينفع امشي. مش هينفع ليه؟ فاكرني هزعل منك؟ لا احنا مش صحاب عشان ازعل منك. مش هينفع امشي. مش هينفع ليه؟ انا لازم اخد الفلاشه. فلاشه ايه؟ انت سكرت من الاتموسفير. سمير. ايه ده انت؟ انت سكرانه ولا ايه؟ شبيه. انت مين؟ ايه ده؟ مدام ليزا اللذيذه؟ كانت معانا كتير. هات لي نهامكم، اخدتوا كتير بيلز. بس انا كويس، انا متعود على البيلز يعني. بس خالي شبو خيلك. خالي سرفلت منه قوي في الاوضه. طيب انت وين رايح هلا؟ انا رايح اجيب له رنجه. شو رنجه؟ بتاع ملاحه تظهر في شم النسيم. احنا ايه ده؟ دي حلوه البلز دي. قال انا قابلت مدام ليزا اللذيذه وبقول لها رايح اجيب رنجه لخالي. يا لاوي وطويط. لا ده احنا في لبنان. وتويت يا لاوي. وتويت يا لاوي. تتأساخ بصلي. وتويت السبع مليان. السبع يبقى السقف. السقف مليان. وتويت رنجة لقيتها لك يا خال. الواد ده انا شفته في ايه ده؟ بيبو مش ده اللي كان معانا على الطياره وكان معاه واحد قريبه كبير كده كان لابس ترينينج سوت موف على اصفر؟ صح. لقيت لك الرنجة يا خال. خلاص حاجة. عفوا ضيع شيب الاكواريوم. ما تسوق العربية وانتوا فايقين، وانتوا لازم تسوقوا وانتوا سكرانين. اعتذر منك بس فيك تروح من هون. يا عم ايه الكلام اللي بينقط ميه ده؟ انا مش فاهم منك ولا كلمة. ايه ده شكله بيتخانق يا معلم. عبيلي 2 كيلو. 2 كيلو شو؟ عذاب شو ايه بس اللي انت عايزني اتفرج عليه؟ يا عم انا عايز رنج. عبيلي واديني. شكله بيتخانق صح. طب ايه ده؟ مصري زينا ما ينفعش نسكت كده. طب يلا نتفرج. انت بتبقى سلبي في حتت غريبة قوي يعني. تعال نتفرج يلا. عبيلي 2 كيلو. بس ايه ده معلش. في ايه راجل الجرزون ده قال لي ادب قوي. معلش بس احنا ضيوف عندهم فمش هينفع يعني. بس احفظ شكله ولو شفته في مصر افتقه. لا يا عم مش عايز افتقه يا عم، انا مسامحه خلاص. هي الشتمه بتلزق. امال انت عايز ايه؟ انا مذبذب. احنا متاسفين لحضرتك بس يعني الولد زي ما حضرتك والعياذ بالله شايف سكران وليس على المريض حرج. مش الحال. شكرا. يلا تعال. تعال
هاته. تعال هنا. تعال. انت في ايه؟ ايه ده؟ تعال راح عليه. عم شتمني. معلش معلش. اسمك كريم ايه؟ انا اسمي سفير. نعم؟ سمير. بتشتغل ايه؟ انا ديلر. ديلر؟ بمعنى ايه ديلر؟ بمعنى تاجر مخدرات. عموما اتشرفنا بيك. مش ايه مش اشكال. مش اشكال. لا مفيش حاجه مفيش. قالني اخ اتفرج على الماتش. نتفرج على الماتش. لازم استاذن الحاج يعني ابويا واقف بره. انت سايب ابوك بره؟ هو في الحوض. ابوك سايب الحمام كله قاعد في الحوض بيبلبط مع اصحابه في الحوض. حوض ايه؟ حوض السمك. ابو قاعد في حوض السمك. ما احنا لسه جايين من حوض السمك. انت شفت حاجه؟ بس يا حبيبي انا فهمت ده واخد كيمياء وضرب حاجات مع بعض. مش انت ضارب؟ انا حاسس ان انا مش ضارب. انا بضرب. معلش ايه ده كده؟ وربنا يعدلها ان شاء الله. وبابا بيبلبط مع اصحابه ما تخافش يعني. مفيش اتفضلوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا. امسك نفسك يا سمير امسك نفسك. انا بحبك يا عيني. ميرسي يا حبيبي. بس على فكره الخمر هي اللي بتدي طاقه الحب دي. خطا. ان الخمره تذهب العقل. اذهب انت الى الجحيم. استغفر الله العظيم يا رب. اذا انت مين انت؟ انت الشيخ جاكسون ولا جاكسون ايه؟ بس اسكت بقى. بص ازاي. تعدل نفسك. اهلا اهلا اهلا. اتفضل يا اخي. مش كنا رحنا عندي احسن؟ ولا والله عندي عندك كل واحد. اتفضل. لا يا لا انا هنزل انا بقى. لا ما يصحش ما يصحش. ازاي تنزل ده انت؟ نام نام جنب شويه. اريح وماشي وانزل. مشوار طويل كده. اذنبوا الشياطين. اتفضل اتفضل. اهلا اهلا. اتفضل. تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ لا لا ما ضغطناش في الحاله اللي احنا فيها دي. ما ضغطناش خالص. فعلا استغفر الله. طب ما تجيب الشنطه عينها لك. طيب لا شكرا شكرا. بيبو. ما فيش حاجه. معلش علق لي بس الشنطه دي عشان. ايوه ايوه طبعا طبعا يا استاذ هاني. اتفضل اتفضل. على الرحب والساعه. اتفضل. نعم انت نعم. استغفر الله العظيم. بس بقى بس اعوذ بالله. مزعج وهو صاحي ومزعج وهو نايم. اوف. سلام اخوان ام رب الرحيم. نعم. انت اللي حكيت مع الشيخ كريم؟ نعم أنا الذي تحدثت مع الشيخ كريم. وين الفلاشة؟ موجودة. تفضل. يلا لا تجنني بسرعة. وراي. سهلا. حللتم أهلا ونزلتم سهلا. أهلا. اتفضلوا. الفلاشة. تمام. تمام. الحمد لله. ليبو مفيش جرجير؟ إيه؟ ارفع إيديك. لا مش هينفع ارفع ايدي. الفوطه هتقع. لك لا تجنني. اعمل لك ارفع ايديك. عم بقول لك الفوطه هتقع. ارفع ايدك. ماشي بس ما تزعل. ما بزعل. ما تزعل. ما بزعل. ايه الفوطه؟ ما فيش حاجه يا جماعه. نهدى نهدى. ما فيش حاجه حصلت. ما فيش حاجه. استغفر الله العظيم. مين هذا؟ ده صاحبي. واول ما عرف ان انتوا جايين يا شباب قال بس انا لازم انضم. لك ما قلت لك استناني لوحدك. ماما حضرتك هو شبت فيا. كنت اسيبه يعني. وعلى فكره ده حلو قوي هيعجبكم. لا اعجبهم في ايه؟ لا لا مش هعجبكم خالص.
عاجبكم ايه؟ جماعه وقت صوتكم بقى ولا وقت التلفزيون اللي انتم مشغلينه ده؟ انتم مشغلين ايه؟ باب الحاره ولا حريم السلطان؟ مشغلين باب الحاره واهل الحاره جم اهم. ايه ده؟ يا جماعه الملثمين دول حقيقي ولا دي الدماغ؟ تعالى يا سمير، ما هم دول الشباب اللي انت كنت مستنيهم عشان ننضم. البصحف؟ ايوه. والبصحف الشريف بتتكلم جد؟ طب كويس؟ كويس ان هو يعني ما تاخروش. يلا انتوا الثلاثه امشوا قدامي نجروا بدون ولا صوت. ايه ده شويه يا ابو فهد كده؟ هنروح فين كده على الصبح؟ ما بصير اترككم هون بعد ما عرفتوا كل شيء. روح غير هي الخرقه اللي لابسها بسرعه. خرقه ايه اللي انا لابسه؟ ده ماسك وبعدين مش لابسه حاطه بس. لك لا تجنني. يلا. لا حاضر حاضر هلبس حاضر حاضر. خش 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 هين. انا مش فاهم حاجه. مش فاهم حاجه. ما تقلقش هنروح مشوار. ولله الحمد. اللهم صل على النبي. شايف شايف التنظيم وربنا مكلفين يا جماعه. ايه ده؟ ايه يسمع الموسيقى؟ يعني كان معلي الموسيقى شويه فانتوا بتعاقبوه؟ شفت عاملين ايه في اللي بيسمع المزيكا؟ انا بصنع المزيكا، هيعملوا فيا ايه؟ شو انت هتقول لهم ليه؟ هيعرفوا. لا ما تخافوش يا جماعه، احنا غير الناس دي كلها، احنا معاهم. ربنا يستر. اتفضلوا يا جماعه. اكيد واخديننا بقى يفطرونا ولا يعشونا ولا يجيبولنا اي حاول الهرب. مش قد حاجه بتعملها ليه؟ تهرب ليه؟ تهرب ليه من هنا؟ اتفضلوا يا شباب من هون. من هون. شكرا. فين يا سعاده الباشا؟ عرفنا وتفضلوا. اهلا وسهلا. ايه يا سعاده الباشا ده؟ اتفضلوا. يلا نجر على القفص. نجر على القفص ليه ان شاء الله؟ طب تدخل قرود. لك لا تجنني. حاضر يا سعاده الباشا. خلاص يا سمير. طب استاذنك ما حدش يتصور معانا بس. حضرتك في سوء تفاهم، احنا معاكم معاكم. اتفضل. تبع الخرقه. خريت ايه بقى؟ هو في خير اكتر من اللي احنا فيه ده؟ انا هقول لك بس. يا باشمهندس. يا استاذ. يا جماعه. يا كابتن. احنا بتوع الفلاشه. طب هتقول لي موز. احنا بتوع الفلاشه. بيبو بيبو بيبو. ايوه ايوه انا بيبو. ايوه بيبو. يخرب بيتك شو حبيتك، يخرب عقلك شو بشتاق لك. بقول لك ايه، سكت بسكال مشعلين اللي هناك دي هتفضحنا. بسكال انا مش عارفها مش عارفها. كيفك حبيبي؟ مين هيدا؟ انا مشبه عليه. بقول لك ايه، حاول تنهي العلاقه القذره دي. ما بتتذكرني؟ انا مش فاكرك. مش فاكرك ايه؟ ده بيقول لك حبيبي، ده عارفك وعارفك وعارفك. انا كنت برسم لك الريمبو. انا مشمش. بيرسم لك الريمبو؟ بيرسمه لك فين يا حبيبي؟ لا شوفي. لا 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 مفيش حاجه يا فندينا، دي مجرد زقوبعه في فنجان وهتخلص بسرعه. سد بوزك انت وياه. كله منك انت. ما انا كنت قاعد مع ملكات الجمال، كنت في حالي. يا هاني يا هاني، في ايه يا هاني؟ اهدى كده بس شويه وصلي على النبي. انت بتحرجني يعني؟ بغض النظر انا عايزك تهدى وما تقلقوش يا جماعه، ده مجرد سوء تفاهم وانا مسيطر ومظبط معاهم. مظبط معاهم ايه؟ الله يخرب بيتك. دول دخلونا القفص، دخلونا القفص. يا سمير ما تقلقش، ده مجرد اجراء احترازي، وعشان تطمنوا انا كنت بتواصل مع الناس دي عن طريق شات المزرعه السعيده. طب وايه اللي حصل؟ انت كسبتهم في المزرعه السعيده فقلبوا عليك ولا ايه اللي حصل؟ يا ابني لا، كسبت ايه؟ ده مجرد طريقه للتواصل بينا. يعني عارفينك؟ طبعا عارفيني، بس هم ما يعرفوش ان اسمي بيبو، عارفين اسم الحركي ليثو شبرا الخيمه. طب ما تقول لهم انك ليثو شبرا الخيمه. لا انا ليا كلام بس مع الكبار. صفه منيح امير وصل. يلا كله يوقف يصطف منيح. أمير أبو البراء. يلا ولاد اصطفوا لاختبارات القبول.
ابدق الاسئله. انتوا لا، شو هي شهور السنه الهجريه؟ ها ده بيفكر يا نهار اسود. في ايدك كان هيقول، كان هيقول كنت تديله فرصه. عدل لي اياهم. كانون الثاني شباط اذار. شباط من واذار من ده بيحرض. يا حبيبي في الصليب. يا حبيبي وانت لا تحكي. احنا بتوع الفلاشه، احنا معاكم يا جدع. انت مين يا جدع ابو البراء؟ انا اللي كلمتكم من مصر. بس استنى استنى، بص ام الدنيا يا جدع، انت مين وكلمت مين؟ كلمت الاستاذ اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ شرفنا. اسمه ايه؟ اسمه ده في القريه. ده في الايه؟ اسمه عبيد القريه. عبيد القريه ايه؟ سيف الدوله، الاستاذ سيف الدوله. ايوه افتكرت، قالوا لي ان في شاب مجدع هيجي من مصر. ايوه وهيبيعنا كمان وعنده معلومات مهمه. اسمك ايه يا امور؟ بيبو. اسمك ايه حقيقي؟ عذرا يا مولانا، اسمي محمد بس ابويا كان بيدلعني وبيقول لي يا بيبو. ولو بيبو حرام نلغيه عادي. يعني انا لما عاوز اناديك اقول لك يا بيبو؟ لو تمام ماشي قول لي يا بيبو. يا بيبو. خلاص الناس دي معاك؟ ايوه ده احنا اصحاب ومتربين معاك. احنا اكتر من الاخوات. نعم فانهم زملاتي، صحبتي. ايوه نسالهم. ما اعرفش حاجه. اميرنا يعني شكله هيبقى وحش قدام زملاتي. نسالهم لان دي دوله الحق والعدل. فاهم حاجة؟ لا. انت اسمك ايه يا امور؟ انا؟ انت اسمك ايه؟ اسمي هاني. يا هاني. هاني دي تمشي مسلم صح؟ ان شاء الله. اكمل ما بين قوسين. اللي يتكسف من بنت عمه. سهلة دي. اللي يتكسف من بنت عمه يبقى بيخاف من ابن عمه؟ صح. الله أكبر ولله الحمد. احنا كنا فاهمين المثل غلط يا ابو البراء. وانت اسمك ايه؟ سمير سموك. سمير سموك. اسمك ايه؟ ما تقول له اسمك ايه؟ وانا ما قلتلوش على اسمك. قول له سمير. طب ما تقول سمير يا اخي. اسمك ايه يا جدع؟ سمير والله العظيم سمير. اعرف ما تحته خط. حاضر. يا خايف من اللي رايح. ما فيش اكتر من اللي جاي. يا سلام، ايه دول؟ نوابغ. الله اكبر ولله الحمد. ابو البراء دخلوا قلبي. خد الشباب دول فرجهم على الولايه وسلمهم الزي بتاعهم. تمام. ولو بقول لكم ايه، انتوا النهارده معزومين عندي في الخيمه. بارك الله فيك يا اميرنا. عامل لكم عزومه ملوك. انتوا من مصر يعني ريحه الحبايب. عادي حاسب السلك. مساك. ماشي يابا. ماشي ولا مساك ولا مبارك لك يا رب. وانت خد. طيب استاذنك لون غير الجري؟ كل لون بالولايه يعني رتبه، وانتم مستشدين تاخدوا على اللون. يعني قدام شويه هياخد لون تاني؟ بمشيئه الله. طيب شيل لي البربل بقى. ده لكل شيء. اطلقوا اللحيه. لا انا مش رابطها. عشان اطلقها ازاي؟ ربيها. لا ما هي انا عندي ما بتطلعش. شو؟ عذرا انه نجرودي يعني ما فيش. شو؟ مش هتفرجنا على بقيه المعسكر؟ مشي ولك يلا. وعايزين بيادات بقى. هلا سلمونا بيادات جدا. شكرا. يعني بصراحه مجهود جميل جدا. اكيد. بس انا عندي استفسار صغير كده. ايه الشباب اللي نايمه على بطنها دي؟ ايه ده يعني؟ هذا ميدان رماية. ميدان الرماية؟ ايه. يعني احنا قريبين من المريطية؟ المصحف؟ يعني احنا مكتبات بنص جنيه بقينا في مشعل؟ وانت يا بيبو هتلاقي عربيات توديك الفيوم. انا مش رايح الفيوم. الاسبوع الجاي راح تعملوا مثلهم. انت يا كومار يا غبي، وقف مكانك، لا تتحرك. ايه الشكمجية دي؟ ده حاجة غريبة، ده لابس محل الدهب كله في صدره. بتعمل ايه يا بندقي؟ اصبر شوية يا صبي اصبر. بوريك الحين شيء خطير. الله يخرب بيتك وبيت سنينك السودا. موت الرجل. ايه ده؟ ده موقف تاني. هالامير قايل لي هالرصاص سلو موشن وبايع لي الحبايه ب $100. حبايه ب $100؟ ليه؟ حبايه الفيل الازرق. هلا روح اجهزه. راح عندكم الامير بالليل. هو بيقول لنا روحوا عشان تستعدوا للعشاء مع الامير بالليل. ايه لكن يلا. بس حوش لي حبايه. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. نرحب اليوم بانضمام اخوه جدد الى ولايتنا المباركه بور عماد.
هو بيسجل مسلسل إذاعي ولا إيه؟ قدرات خارقة. أعانهم الله ووفقهم للشهادة والجنة. يلا بسم الله سموا وعزموا على أخواتكم. السلام عليكم. السلام عليكم. هو أنا اللي مسطول ولا ده أي كلام فاضي معقول؟ الأمير بيشوف ناس إحنا ما نقدرش نشوفهم عشان هو أعلى مننا في المرتبة. طب ما نعلي إحنا المرتبة. هو بيشتغل دجال ولا مشعوذ؟ يا ابني اسكت. أميرنا حبوب بارك الله فيك يا أمير. يا أميرنا وجعلك ذخرا للأمة يا علم الأمة. انتوا عارفين ان انتوا من دخلتكوا عليا قلت العيال دول مصريين جدعان قوي، وانت بالذات أسامير. ايوه يا برنس أسامير. ايوه يا برنس أسامير. هو انا رديت عليه ولا لسه؟ رديت ما ترد تاني يا اخي. ايوه يا برنس. انت بتفكرني بنفسي اول ما جيت، كنت عامل دماغ زي كده يا برنس اول ما دخلت الإمارة. هاني ايوه فين دقنك؟ ما جبتهاش معاك ليه؟ انا قلت اسبق انا يعني يهدي ده والمسيح الحي ده. ليله اقل بهاء من هذه الليله. انت تعمل ايه؟ بلغوش. معذره يا مولاي انها لا تطلع. والله انا كان نفسي دقني تبقى طويله واخفف الجناب واعمل ستايل كده، بس انت عارف ربنا ما بيديش كل حاجه. كان قلبي حاسس. اهاني قرب اقرب. احط إيه؟ ايدي. كان قلبي حاسس. اميرنا استاذنك في سؤال. لقد قزنت لك. لا 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 كده كتير. ايه قزنت؟ مفيش حاجه اسمها قزنت ده، ولا في تركيا ولا في ايران بيقولوا كده. تداعي لغوي مولانا. هل يا ترى انت كنت في بدايه طريقك جندي زينا كده؟ لا جندي زيكم ايه، انتوا جات لكم على التبطاب. انما انا ايه، انا كافحت وديتها لحد ما وصلت لفوق لفوق. وطبعا اهاني هتسالني انا وصلت لفوق ازاي. أنا كان عندي بزنس كبير قوي. يلا يلا أهو الربيع عروسة الربيع حجة اتنين ونص بنخسر. علي عيني ما بنخسر. كل ما البزنس بتاع ما كان بيكبر كل ما كانت الحكومة تحط علي، وخصوصا واحد ابن حرام اسمه الأمين سيد. فضلوا يحاربوني وأنا حاربهم، هم يحاربوني هم يحاربوني وانا احاربهم، لحد ما قررت اهج واسيب المنطقة. وخدت عهد على نفسي ما ارجعش البلد دي غير وانا حوت كبير. محدش يقدر عليا، لا وزير ولا رئيس ولا حتى الامين سيد. يا جماعة يا جماعة حرام عليك. اراضي تشني واراضي تجبني، لقيت نفسي في الإمارة وبقيت جندي في سبيل الله. عايز إيه؟ اللي لقيت وبقيت؟ الراجل ده تونسي ولا مصري؟ هو مصري بس بيعط شقاف. معذرة يا مولانا، بس برضو حضرتك ما قلت ليش أنت بدأت حياتك كجندي وكيف وصلت إلى قمة الإمارة؟ كويس إنك سألتني يا أهاني. أنا ما سألتش يا جدع. صمتك سؤال جوايا. دي كانت رحلة عنيفة ومعركة جديدة قوي. أنا كنت قاعد في السوق بطمن على تجارتي اللي كبرت بفضل الله لخط من قدامي. مين يا أميرنا؟ جنرال أمريكاني. بنخسر جنرال. جنرال بنحبك بنحبك كجنرال. قرب هنا العب وعيش باتنين ونص ألوانك يا جنرال. العب يا جدع اسعاف يا جدعان. يا خلي حد يجيب لنا اسعاف يا جدعان. الجنرال بيموت. الجنرال مات. الدم ضرب في دماغي شبيه المدفع. رحت مخلص عليه، ومش بس هو، قتلته هو ورجالته واحد ورا التاني، وقدمت راسه بعد ما ذبحتها هدية للخليفة. وادي حكايتي مع الولاية. الله، حكاية جميلة جدا يا مولاي. يعني نقدر كده نعملها والعياذ بالله فيلم. سؤال أخير يا مولانا، لماذا سميت بور عماد ببور عماد؟ كويس إنك سألتني يا هاني. أيوة أنا اللي سألته. مش في بور توفيق وفي بور فقد وفي بور سخنة؟ انت بتقطعني كتير يا سمير. لا أقصد سمو الأمير، لا أقصد. انت عارف أنا سميتها ليه بور عماد؟ على اسم الحبوب عماد ابن مسيد. بقول لكم ايه، مبروك عليكم.
على ايه يا امير؟ احنا عندنا هنا في الولايه مفيش حد بيقعد فيها من غير جواز، لازم تديها على طول، وكل واحد فيكو ليه اربع زوجات. الله اكبر ولله الحمد. ومش بس كده، انا منقهولكم على ذوقي تفصيل يعني. معلش يا مولانا، هو انت بتتكلم جد ولا ده اختبار قوة التحمل؟ انت ليه بتأكد الشكوك اللي جوايا؟ مش عايز تتجوز ولا ايه؟ لا لا لا، ما تشكش ما تشكش، انا بس قصدي يعني انا عن نفسي محتاج سنتين ثلاثة اكون نفسي. يا جدع تكون نفسك ايه؟ انت ما قريتش شعارنا في الولاية؟ شعارنا في الولاية بيقول دبل في المنابل وقلب المخابل. ايه ده، العروسة حامل؟ عروسة حامل ايه بس؟ ده قصدي يقول لك يعني العكس في التاكس والمرته في قعر الحلقة. يا سيدي انا بكلم نفسي، انت بترد ليه؟ انا افتكرتك بتكلمني. لا بكلم نفسي. ابو البراء احضر العرانيس. عرانيس؟ ده هجيب بانجو كمان. اهاني. ايوه. دبل في المنابل وقلب المحابل. حط التوابل. حاضر. الله، الثلاثه اجمل من بعض. من بعض ايه؟ انت شايف حاجه؟ انا هاخد اللي على اليمين بمشيئه الله. يا ابن الابلسه، ده انا كنت حاطط عيني عليها، بس مش مهم، حلال عليك. لا حلال عليك. لا 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 حلال عليك. انا هاخد اللي في الشمال، اصل انا بحب الشمال قوي. اتفضلي انت، انا هقعد بس اقرا شويه وبعدين اجي انام. اوعى تضعف، اوعى تضعف، ما تغلطش. بقولك ايه صحيح يا مدام هاني؟ مدام هاني؟ اسود القمر ده. هو انت اسمك ايه؟ محسوبتك سالي. محسوبتك؟ واضح من الشبحانه اللي في كلامي كده انك مصريه. اه يا اخويا مصريه. بص حضرتك، يعني انا عايز افهمك ان انت مش مغصوبه على اي حاجه. يعني انت مش عاوز؟ لا ده انا هموت. هو انا جرافيكس بس يعني زي ما تقولي كده، الجواز اللي حاصل ما بيننا ده يعتبر باطل. يعني انت ستيل سنجل وانا ستيل سنجل، تقدري تكتبي كده على الاكونت بتاعك، مش هزعل طبعا. ليه يا اخويا، هو انا مش عاجبك ولا ايه؟ ده يا ستي انت قمر. بس زي ما تقولي كده، يعني انا عندي معتقدات غير المعتقدات اللي عندك، فلو حصل علاقه ما بيننا هيحصل مشاكل وممكن تبقى فتنه طائفيه. من الاخر كده انا غير العالم اللي بره دي خالص، انا مختلف. مختلف؟ طيب مختلف. فهمت ايه دي؟ طب بقى بمناسبه الاختلاف بتاعك ده، ما تقول لهم يعني لو عايز حاجه. عاوز ايه؟ الله يخرب بيت قالك، هو انت هتجيبي لي مصيبه؟ يا ستي روحي نامي وخلاص. خش خش نامي لو سمحتي. الله يخرب بيتك، يعني هبقى مسيحي وشمال؟ انت مش عايزهم يموتوني، انت عايزهم يعملوا عليا تجارب. الراجل ده عايزنا لوحدي ولا عايزنا كلنا؟ لا عايزنا كلنا مع بعضينا. وعايز طبعا. منا ايه؟ الظاهر ان ساعة الصفر خلاص حانت، اللحظة اللي ما استناها بقالي سنين. عارفين؟ لازم نبقى رجالة ونقتص من الكفار ونعلي من شأن بور عماد. بور عمين اللي مات؟ بور ايه هاني؟ بور عماد. لا هو قصده على المنطقة، الكفر اللي احنا فيه ده اسمه بور عماد، الكومباوند بور عماد. وبص يا هاني، انا ملاحظ ان الامير بيحبك انت عننا وبيحنوا عليك. ايه دي بقى مشكلتي، انه بيحنوا عليا. انا كل ما يقرب مني او يحنوا عليا انا جسمي بيقشعر. انا يا ريت يحنوا عليا. انا مش فاهم والله العظيم ازاي نمشي ورا بلاميطه زي دوت. الراجل اللي جوه ده يا جدعان انا ما بطيقوش والله العظيم، ما بحبش قعدته ولا بحب اقعد معاه. معلش يا سمير. معلش ايه بس؟ وخيبي تق، مش عايز اروح له. نخش له بدل ما يبعت يجيب لنا بالحرس. ربنا يستر يا عم، مش عايز اخش انا. خلاص بقى يلا سمير. يا ابو البراء يا اخي، يا دي محتاجه استشاره. ما رماش عليك السلام، اقتله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمو الأمير، عمت صباحا يا مولاي. أهلا بالأمامير. أهلا بسمو الأمور. عاملين إيه مع مراتاتكم؟ فضل ونعمة، الجواز حلو قوي مولانا. وأنت أهاني، عامل إيه مع المجزة بتاعتك؟ أنا تعبها، تعبها جامد أنا. مش مصدقك. والله يا سمو الأمير، إحنا بفضل ونعمة من ساعة ما جينا هنا، ربنا يخليك لينا. عال عال. منافق. أسهل. نخش بقى في المفيد، احنا هنا في الولاية كلنا جنود. كلنا ايه؟ جنود. وكل جندي وليه وظيفة. ليه وظيفة؟ وبعد الفحص والتمحيص
كلفتوا كل واحد فيكم بمهمة. الله أكبر ولله الحمد. أنت يا سمير. أيوة سموك. هتبقى واحد من ضمن الحرس الخصوصي بتاعي. بس ده شرف كبير، أنا مش قده. بس تستاهلوا. المبارك يا سمير المبارك. وأنت أهاني. أيوة. أنت أهاني الحتة الحلوة اللي هنا. بص بدأ يحن أهو. هتبقى المستشار الثقافي بتاعي. يعني مساعد ولبس في نفس الوقت. انا ما عنديش مشاكل خالص ان انا اساعدك، بس البسك مش هينفع، لان بعد كده هيبقى في توابع وتقول لي قلعني يا هاني. بلاش. ما تخافش اهاني، مش هتعبك. وانا بماذا سوف تكلفني؟ انت الحماس كله، انت الرجوله. بيبو، واجه نفسك بالحقيقه. اين المجد؟ اين الحلم؟ أين رفع راية بور عماد؟ في الآخر أجي هنا أشتغل خدامة؟ حبيبي لابد من نفر إنه يغسل صحون أمة. ده أنا لو شغال عند التابع مش هغسل صحون الأم. إيه ده، هو مش حضرتك اللي اتزرفت رصاصة الواد ضربك؟ أنا اسمي بيبو، أنت مين؟ كومار. كومار، أيوة أنا كده فهمت الهزة مع العمة وريحة الطبيخ، أنا عرفتك. ازيك يا كومار؟ اهلا. عارف انا لو اعرف ان الموضوع هيرسى على كده كنت ركبت اللانش بتاع عم مسعد ورحت ايطاليا. لا ما انا خلصت كلامي. هو انت بتهز دماغك ليه كده؟ يعني انت فاهم ولا لا؟ حبيبي انا ما فاهم شيء. انت لغه تاني. انا ممكن اتكلم نفس لغه ما اللي انت يفهم. ما انا ما افهم. بس انا يلاحظ ان في مسحه حزن داخل ملامح كومار. ليه؟ انا ما بعيش خلاص، ما بعيش. هذا كفيل ابن حرام عذب كومار. انا ما بعيش، هذه الحياه ما في امل، قمه الياس. بس انت يعني استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. انت سوي موت هذا انتحار حرام. وانت انت يموت كفيل يرمي مال انت يجيب نفر تاني يسوي طبخ انت في الشارع. اوكي حبيبي انا اشتغل. انت جاي تشتغل هنا؟ لا انا جاي لاعلاء رايه بور عماد. الله يعين. عارف كل واحد فينا كبار عنده مشكله. يعني انا مثلا في اتنين عيال كده جبتهم معايا بالغلط، لا لا عيني جم هنا اتحبسوا وعايزين يهربوا مش عارف ايه. بيبو انا كمان وبيهرب. طب وانت شلون تهرب وانت جوه المطبخ هنا؟ يعني بتهرب في حله؟ انا اقول لك كيف اهرب. هاي سالي. ايه ده؟ ايه الدخان ده تاني يا سالي؟ حرقتي الاكل تاني؟ مش مهم، نبقى نطلب دليفري من اي حته. ريحة غريبة قوي جد. انت كنت طبخة ايه؟ ريحة عاملة زي ما تكون ريحة ويد. ويد من بتاع امستردام. يا ذكريات. اوه صباح الفل. احلى مسا عليك يا زميل. الله يعين، الله يعين، الله يعين. ده انت طلعت امير الانتقام بقى مش كومار. حبيبي انا سوي حسابات اتنين سنه وانا برا. حفرتها ازاي دي؟ ها حفرت كل الحفره دي بالمعلقه دي؟ ها. طب ما جاش في دماغك تحفر بدي تنجز معاك؟ انا اردم هادي واحفر بهادي. بقول لك ايه؟ بالنسبة لموضوع الهروب يعني حلم بعيد المنال. ما في أمل. ما في أمل. يعني أنت يا أخويا مش مع الإمارة وجاي هنا بالغلط؟ بالظبط كده، وكل ده بسبب بلاميطة الزفت اللي اسمه بيبو. إنما أنت بقى يا سالي جيت هنا إزاي؟ ولا أنت مولودة هنا أصلاً؟ أنا كنت شغالة في جامعة الدول العربية، وفي يوم حد من رؤسائي عرض عليا أشارك في مباحثات سلام، يا دوبك ساعتين بس. فطبعا رحت من غير مقابل مادي، واضح كده اني عجبته، فبعتوني لبنان عشان اكمل المباحثات. وهناك قمت من النوم اتخطفت وصحيت لقيت نفسي هنا. طب انت يا سالي ما حاولتيش تهربي؟ حاولت كتير، بس مستحيل انك تهرب من هنا لمساعده رجاله الامير. ده انا حتى كنت لسه شايفه ثلاثه حاولوا يهربوا، رجاله الامير حدفوهم من فوق العماره. من فوق العماره؟ تخيل. هنا اخر حلاوه، كفايه شجر. شجر ايه ونيله ايه؟ ده مفيش زرعه بانجو الواحد يلفها. هو ليه يا جماعه مفيش ارقام على الخيم؟ انا دخلت خيمتين غلط وكنت هتضرب. كويس انك جيت يا هاني، الباشا بيقنعني ان احنا نقعد هنا ونستقر. طيب انت مستني ايه من واحد مجنون؟ فيها ايه يا هاني لما نعيش هنا؟ ده حتى هنا الجو جميل جدا. جو ايه اللي جميل؟ انا شعري باظ.
مفيش هنا ولا شامبو ولا كونديشنر. البنت اللي انا متجوزها يا عيني بتحط على شعرها بطاس، يعني لو جبت لها كريم فيانسي هتنبهر. هاني هاني يا لالين. ما تقلقش يا سمير. لالين ما تقلقش يا سمير، احنا هنقعد بس هنستنى اللحظه المناسبه ونهرب. لالين قلت لك ما تقلقش. انا جعان. طيب تحب اروح اجيب لك اكل؟ لا انا قلت لمراتي تعمل لنا اكله شعبيه بالاكلات بتاعتهم بقى بتاعت اوروبا. اصلها لا مؤاخذه بقى هاني اجنبيه. أجنبية؟ أنا برضو مراتي طلعت أجنبية. ما أنا برضو أجنبية بس شعرها بني وبيضة قشطة. وأنا كمان يا سهاني مراتي بيضاء كاللبن الحليب وشعرها بني. ده الكلام ده عند اللبنين يا هاني. طب خد دي، أنا بقى عندها يا وحمة. لا لا عيب، التفاصيل دي عيب. ما أنت أخويا بقى، الله لازم أقولك. يا عبيد دي مراتك. مش مشكلة. المفاجأة ليك يا هاني إن أنا مراتي عندها وحمة. أنا بقى الوحمة بقى أبيض في أسود وشبه التاكسي. زي التاكسي. ما أنا كمان. سكت ليه يا هاني؟ من سامع صوتك ليه يا هاني؟ لا هتكلم أقول إيه بقى؟ تكسب أنت. هو نفس التاكسي. يعني إيه؟ يعني أنا وأنت شكلنا متجوزين نفس الواحدة. إيه ده؟ يعني الأمير بيوفر؟ لا ما تقولهاش. معنى كده إن في واحدة وبتلف على الإمارة كلها؟ اخلص! لفت عليا أنا وأنت بس. أنت عملت حاجة؟ كان نفسي بس صعبت عليا نفسي. أنا بقى اتفرجت وقعدت أعيط أعيط. دول توينز! ما قلنا لك أجانب! ديك الله. بقول لك مراتي عيب. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. فسق وفجور وحشيش. جبت الحشيش منين يا سمير؟ هنا يا سمير. ما جبتوش، هو اللي جه لوحده. ما تستهبلش يا سمير، الحشيش بيجي يا سمير. المدام يا سيدي هي اللي عامله الواجب ده. وبعدين عشان تعرف ان انت جاهل، ده مش حشيش، ده ويد. ويد ويد. اقعد بقى تلهي واقعد بقى، ما تطيرش الحجرين من دماغنا. انت هتطير حياتنا كلها. ربنا يهديكم ويرحمنا. يعني ايه قرية طويلة عريضة ما فيهاش غير موبايل واحد ومع الأمير بس؟ اه والعربيات مع القيادات. ما تتبطرش على عيشتك، ده انتوا أحسن مني بكتير. على الأقل أنت يا هاني المستشار الثقافي بتاعه، وأنت الحارس الخاص. تعالى يا أخويا اشتغل حارس خاص ورا الأمير. أنا بقى واقف وراه في مرة بيخطب ويقول لي لا مؤاخذة شد لي الجلابية من ورا. طيب شغلك؟ شغلتي حارس خاص احرسه. مش عشان ما يموتش ليه؟ ان شاء الله هتقف في زوره. وانت يا استاذ هاني ايه مشكلتك؟ ده انت يعني مستشار ثقافي قد الدنيا. مستشار ايه؟ ده مشغلني معاه لبيز. وبعدين قلت له اوكي تمام، عايزني البسك سيبني البسك على ذوقي. افتح الدولاب بتاعه الاقي جلابيه خضراء بترتر ترتر. اه جلابيه بصلي وملسوعه بسجاره. ملسوعه بسجاره قد كده اللسعه؟ ده غريب جدا. قلت له حضرتك الستايل بتاعك كله عايز يضرب بالنار اصلا. ماله ستايل بتاع ميرونا؟ ماله ايه يا حبيبي؟ ده عامل ستايل شفيق جلال على عادل امام في الزعيم على ديكتاتور. ستايل واحد مكذوب من الاخر. محدش يتكلم كده، انه اميرنا. انا سامع خرفشه خروشه ورا. اه المدام يا سيدي عامله لنا فشار. والله العظيم ميرسي يا مدام. والنبي عاش. بسم الله الرحمن الرحيم. سوري 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 كومار، سوي حسابات مرة تانية. لا لا ما في مشكل ما في مشكل كومار، انت يرجع تاني سوي حسابات براحتك. أحلى مساء عليك يا زميل. مساء عسلات. ده بيأمرض على مراتك يا عم. أيام ما في أمل بيبو. إن على الأبو يأسك. ما في أمل ما في أمل ما في أمل. أي حد توجبي معاه كده يا سلي. حي على الجهاد. يا نهار اسود، ده هتروح غزوة. هنروح غزة نعمل ايه؟ بقول لك هتحاربوا هتحاربوا. الله أكبر ولله الحمد. يا ابن المحظوظة شوف هتموت وتحارب. ايه جات لك ايه؟ جات لنا. يا جماعة أنا أول مرة أمسك سلاح في حياتي. هنعمل إيه يا هاني؟ إحنا رايحين نموت ناس. بقول لك إيه؟ إحنا هننزل ونستنى لما يسيبوا العربيات، وساعتها هناخد العربية ونهرب في الزحمة. ما هو لو شافونا وإحنا بنهرب أكيد هيقتلونا. إحنا كده كده ميتين. في إيه؟ في أنت وهو. مالكوا خايفين كده ليه؟ المفروض دلوقتي نكون فرحانين عشان رايحين نجاهد. نجاهد؟ نعم نجاهد الكفرة. كفرة ايه؟ يا ابني انت بقى مدفوق من الغيبوبة اللي انت فيها دي. انت فاكر نفسك رايح تحرر وطنك؟ احنا بنموت بعض. موت بعض.
نخرج. تعالوا نستخبى في البيت اللي هناك ده لحد لما الضرب يقفل. ماشي ماشي، خلي بالك. تلقفل. ما تخافوش، احنا مش هنعمل لكم حاجه، بس هنستنى هنا لحد ما المعركه اللي بره تخلص. عليكم يا شباب، مسكتم الخوارج، قتلوهم خدوا الثواب. لكن قتلوهم. يلا. لا، باين عليكم خونة، وأنا لازم بلغ الأمير. بقالك ساعتين قاعد ساكت، طلبت اكل جبنا لك اكل، طلبت شاي جبنا لك شاي. انت مين؟ هو افندم قصده يعني حضرتك عرفنا بنفسك. ادهم صبري. رجل مستحيل. والمصحف ده انا بحبك قوي يا استاذ، ده رواياتك كلها بتستفيق عندي في دماغي. روايات ايه يا ابني؟ روايات يا جماعه احنا لازم نهرب من هنا. في واحد دلوقتي من رجاله الامير اتقتل، يعني لو مسكونا هيصلبونا. هيفتكروا انه اتقتل في الغزوه. ايوه برضو حضرتك ما قلتش انت عملت كده ليه وبتساعدنا ليه. ياه، دي قصه طويله قوي. حلو قوي. هيبدا يحكي. يبدا يحكي ده ابتدى ينام. يا حاج ما تفزعوش كده، احنا اتكلفنا بمهمه، القضاء على مجموعة من قيادات الإمارة، نفذنا الجزء الأكبر من مهمتنا، بس للأسف اتغدر بينا وزمايلي توفاهم الله وأنا نجيت من الموت، وللأسف بقيت زي ما انتوا شايفين كده. ومن ساعتها وانت قاعد هنا يا حاج مفيش قراري بيسألوا عليك، ما روحتش السفارة. مش معنى ان اتصبت اني اتنازل او اهرب من المعركة، مادام هم مكملين انا كمان اكمل. ايه بس يا مسيو، يعني حضرتك هتكمل ازاي وانت سوري يعني حالتك ما تسمحش؟ يعني ما تسمحش ازاي يعني؟ يعني عشان حضرتك يعني هو قصده ان انت معوق. ايه ده؟ هو انت ما تربيتش يا ابني؟ انا مش معوق، انا مصاب حرب. صحيح ربنا حرمني من نعمة اني امشي على رجلي، لكني اقدر اعمل حاجات كتير قوي. أنا أقدر أسمم لهم المعيز بتاعتهم، أنا أقدر أفضي عجل العربيات بتاعتهم قبل ما يطلعوا أي غزوة، ممكن أسرق شباشب القيادات بتاعتهم يوم الجمعة وهم بيصلوا. حضرتك بتحارب الإرهاب بالإرهاب؟ لا، بيحارب الإرهاب بالشباشب اللي بيسرقها من قدام الجامع. حتى لو مفيش غير لساني أقدر أعمل بيه حاجات كتير قوي. يعني هتعمل إيه يا حاج؟ هتهف عليهم؟ أنا جاني معلومات عن عملية هتتم في مصر. معلومات دي جات لك دلوقتي يا حاج؟ الموضوع كان واقف على شوية صور ومعلومات، واحد ند ابن حرام وصلها لهم عن طريق فلاشة. فلاشة؟ عملت بلاميطة دلوقتي. المهمة دي لازم تتمنع يا أولاد. احنا ما نقدرش نمنع حاجة. مع بعض نقدر. ده إعلان؟
لو سمحت حضرتك احنا عايزين نهرب، فياريت تقول لنا ازاي تقربوا من الامير وتخلوه يثق فيكم ويكلفكم بالمهمه. انا مش هقدر اقرب من الامير لان واضح جدا ان انا فيا شبه من خطيبته اللي ماتت، فواضح هو بيفكر ازاي. دفعنا ما تقلقوش انا هساعدكم. هتساعدنا ازاي؟ خد ده. ايه ميداليه؟ ايه ده؟ وريني يا عم وريني. وده ولده يا حاج واحنا نربيها ولا ايه؟ يا عم الحاج ادهم، ايه اللي انت مديهولنا ده؟ نحمي بيه نفسنا ازاي؟ ده اقل عيل صغير هنا شال ارباجيه، ده انا شفت واحد راكن دبابه واحنا جايين. ما تنسوش تقربوا من الامير وتخلوه يثق فيكم. ازاي؟ خلي اصدقائك قريبين واعدائك برضه قريبين. دي الستيتس بتاعتك على الفيسبوك؟ بس اعتقد دي منقوله، يعني مش انت اللي مقلبها. بس يا عم هاني، بس يا عم هاني، ده الراجل اللي رايحه منه مش راجعه تاني. انت بتتكلم مع مين؟ خلي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ده نسي انه معوض. يا قمار وين الاكل يا قمار؟ ما في معلومه. قمار ما في معلومه. ايه اخبار ما في معلومه. ما في معلوم بيبقى. ايه ده؟ ما في معلوم خلاص. انت بتعمل ايه بالمسدس ده؟ انا ابي اقتل امير، اقتل كفيل. لا حول ولا قوة الا بالله. عمل لك ايه تاني؟ هذا كفيل ودع كمار سوي علينا شان. هذا قول كمار وقفنا شان كمار. كمار سوي اكل كمار. واخر الليل بيبو. اوعى تكمل. اخر الليل بيطلب منك ايه؟ ما انت اللي قاعد له بالجيبة. استغفر الله العظيم. لا اخر الليل يرقص كمار. كمار ما يرقص حبيبي، عيب كمار يرقص وعيب. مش انا قلت لك قبل كده الانتحار ده كفر وحرام؟ استغفر الله. انت عايز تموت صح؟ آه. انا هموتك. هقول لك ازاي بس حلال ماشي. انت هتنزل النفق، هتحاول تهرب، هيمسكوك هيموتوك. حلال ولا مش حلال؟ هذا حلال. وموت حلال. تمام الحمد لله. هذا وضع. مع السلامه. والله متقلين عليك يا اسطى هاني. تقولش كده يا سمير، انت هنا في بيت اخوك. والله انت عامل معانا واجب 10 على 10. اقل حاجه على فكره. ربنا يبارك. ايه ده؟ اخس سليم. افكريني يا ماما نبقى نعمل بوابه حديد على الخيمه من بره عشان مش اي حد كده يخش علينا. يا اخوانا الناس دي لو مسكتنا بالحشيش ده هتفلقنا نصين. هو انت هتبلغ عننا؟ انت واطي للدرجه دي يا بيبو؟ انتوا مش محتاجين حد يبلغ عنكم، الريحه بلغت عنكم خلاص. مالها يا جماعه؟ انا عايزكم في موضوع مهم. طب امسك الاول كده عشان لا 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 ملوش في الويد هو. طب امسك موزه. جرايه هاني موزه ايه هاني؟ يا ابني انت هنا في خيمه اخوك. موزه ايه اللي خدها هاني؟ لا في ايه الراجل بيكرمك في خيمته يعني؟ هو انا ارده هاني مش عايز موزه هاني. خلاص يا سيدي بلاش موز، خد جوافه. الجوافه ده انا عندي برد. الله بلاش جوافه يا سيدي، انت عايز ايه؟ مش عايز انا. عايز ايه انت؟ عايز جوافه. انت عايز ايه؟ بس يا جماعه انتوا هنا في خيمه اخوك وعايز انت ايه؟ انت عامل انت بتكلم ايه؟ انت عايز ايه؟ مش عايز جوافه. الخيمه ما كانت بنيها قرص وما فيهاش غير بوصل ايه؟ هو ايه اللي قرص؟ هو احنا كنا قاعدين بنرقص لك يعني؟ طب ما بنحشش عند اهلك انت اتكلمت في ايه؟ احترم نفسك. طيب انت نفسك يا اخي. مش عايز موز. امال عايز ايه انت؟ مش عايز موز. عايز ايه؟ انا عايز استفندي. اتفضل يا سيدي الاستفندي. اقعد على بعضك. اقعد على بعضك. اقعد على بعضك. اقعد على بعضك. خلاص خلاص بقى. الموضوع اللي انا عايزكم فيه يا جماعه مهم قوي. احنا لازم نلاقي طريقه لصاحب بيها الزفت الامير ده علشان يامن لنا ويخلينا نسافر مصر ونهرب من هنا. انت مش ملاحظ حاجه؟ في تغيير كده في كلامه. الامير المعفن والكلاب اللي بره حصل تغير للشخصيه كده. ما خلاص يا جماعه، عرفت ان انا كنت غلطان ورجعت. في حاجه اهم من كده، انا جاي احذركم تاخدوا بالكم من الواد كمار. ليه يا فالح؟ اصل حاله ما في امل اتحولت لحاله اكتئاب حاد، فعايز ينتحر وعايز يموت الكفيل في الامير. هيموت الامير في الكفيل؟ الواد ده يا ابني من زمان وهو مخه تعبان ومفسفس، بس ربنا يستر بقى. يا بنت اللذينة بتفكري في اللي بفكر فيه صح؟ قلت لك احنا هنبقى قابل هايل بس في مكان تاني غير ده. يا اسطى هاني، يا اسطى هاني احترم وجودنا يعني. استنى لما نمشي انا والاخ دوت وبعد كده بزعني في انت وهي في اي حته. عيب عيب تعملكوا ده عيب يعني؟ عيب ايه؟ عيب انتوا مجانين ولا انا جات لي فكره دلوقتي جهنميه. احنا لازم نسخن الواد كمار دوت عشان يعمل اللي عايز يعمله ده بجد. يا عم هاني، يعني احنا هنستفاد ايه معايا الغلبان زي ده يموت نفسه؟ انا فاهمكم. احنا لازم نقنع الولد كمار دوت علشان يروح يقتل الامير، احنا بقى نحذر الامير وننقذه، ساعتها هيثق فينا ويخلينا نعمل العمليه بتاعت مصر. يعني موضوع كمار دوت جالنا على حجرنا. ده انت
طلعت داهية يا حيني. بسم الله. حاسب يا سمو الأمير. في يلا في يا دي انت مجنون. الأكل مشموم. احنا شفنا الواد كومار وهو عمال بيشم في الاكل. بيشم في الاكل. كومار انتوا متاكدين؟ طبعا متاكدين، ده انا شفته بعنايه وانا واقف اصبن كده شطف في المواعين عمال يدس السم في الاكل. ابو البراله مور امير الحق كومار قبل ما يقط. قلبي كان حاسس، قلبي كان حاسس. انتوا انقذتوا عمري، انتوا انقذتوني من الموت، انتوا انقذتوا البقيه البقيه من حياتي. ده كتير والله، يعني اربع جمل لنفس المعنى ده كتير. وبعدين يعني احنا مجرد اداه ربنا بعتنا علشان ننقذك. انت مبالغ يالا. ربنا يخليك، بس انا بحبك. انتوا عارفين انا اعمل لكم ايه النهارده؟ هعزمكم في التوته الخيمه الملوك بتاعتي، هعمل لكم فيها وليمه ما شفتهاش ولا في الاحلام. احنا معاك في اي حاجه. شنو هالصداع يا المصاروه؟ يلا يلا خلونا ناكل يلا. طلبها ونالها يا سمو الامير. انا كنت حاسس ان الصاغه دي هتبقى بتاعت انا في يوم من الايام. كل كل. طبيب جراح قلوب الناس اداويها، يا مجراح قتلت اليوم اداريها. الله طبيب جراح، طبيب جراح. بيبو بيبو، هو الامير ده بيسخر الجن ليه؟ هو انت شفت حاجه ولا ايه؟ انا شايف كائنات عماله ترقص كده، مش فاهم ايه دي. طبيب جراح، طبيب جراح. اجرف اجرف يا شقية أول أولانية. جورجو السوف، جورجو السوف يا جدعان، أجدع من المخدرات والبنجو. بس في حاجة كده يا سمو الأمير مع الرقاق شغلة بالك بقالها فترة. أنا أقول لك أهاني، أنا في مهمة ولازم أعملها وهي اللي شغلة دماغي. قول يا مولانا، إحنا رجالتك. شايفين؟ احنا هنسرق صندوق تحيا مصر. اتسرفلت منه على الاخر. يا مولانا، صندوق تحيا مصر ده اسم مجازي. انت بتحرق دم يا اخي، انتوا عارفين مين اللي مكلفني بالمهمه دي؟ الخليفه، الخليفه ذات نفسه. قال لي يا ابو عماد انا مأمن فيك تسرق الصندوق. احنا جنودك يا منصور. ايه ايه منصور ايه؟ هو انت مع جميع في فيلم المصير؟ ما انا قلت يعني اقول الجمله دي اسخنه يعني واعممه كده. من بكره الصبح هتروحوا لابو البراء، هتاخدوا باسبورتاتكم منه وهترجعوا على لبنان، هتقابلوا رجالتنا هناك وترجعوا على مصر. شوفوا وشكم على خير يا جدعان، اسكوا تنفذوا العمليه وتشرفوني. مع السلامه، توكلنا على الله. في ايه؟ يا نهار اسود، نهار اسود ام نجيب. جماعه تانيه دي جايه تخطفنا بقى صح؟ وفي ايه؟ يا لهوي دي، ده الراجل الكبير. نهار اسود ام نجيل. ايه ده؟ طب ايه؟ احنا نقول لهم احنا معاكم. انا قلقان ليكون الامير وعارف اللي احنا هابقين او جماعه تانيه وجايه تخطفنا. ما احنا خلاص بقينا ملطشة. خلاص خلاص، مشوا مشوا. استنى، ده مين اللي نازل ده؟ يا ابني الابلسه يا خال. ازيك يا خال؟ ازيك يا حبيبي؟ وحشت والله. ازيك يا صامر؟ ايه الشياكه والاناقه دي؟ ده انت بقيت انيق. يا سمير، على اللي حصل لي الاسبوعين اللي فات. ايه اللي حصل يا خال؟ ياه، على الاسبوعين اللي فاتوا واللي حصل. ايوه يا خال، ايه اللي حصل؟ عشان احنا مستعجلين. وعشان انتوا مستعجلين يا ابني قلت ارمي لك اللي حصل كله في جمله واحده واقول لك يا سمير على اللي حصل لي في الاسبوعين اللي فاتوا. بعد اذن حضرتك يا حاج علي، ممكن تخلصنا بس عشان احنا جعانين؟ هو عنده زهايمر ولا ايه؟ بالهداوه بالهداوه. مين ده يا سمر؟ ده بيبو، ده شكله بلاميط. قلت لك هيحبك. يا سمير على اللي حصل لي الاسبوعين. خلاص بقى حضرتك، يعني قول لنا على اخر حاجه بس حصلت لك. يا سمير على اخر حاجه حصلت لي. يا خال بسرعه يا خال، احنا ورانا مشاوير، ما تحرجنيش مع اصحابي. فاكر ليزا؟ ليزا اللذيذه. لذيذه ايه يا كلب؟ دي بقت مرات خيالك والمصحف. وجبت منها ليلى. والله العظيم. ايوه، ده انا سايبك من اسبوعين جبت ليلى. كل حاجه هنا بسرعه يا سمره. فوكك بقى يا خال من ليزا والكلام دوت، يلا بينا يا خال. على فين يا حبيبي؟ على فين ايه؟ على مصر. مصر. لا انا ستي هير. ستي ايه؟ ستي هير. ايه ستي هير؟
ده الكلام اللي بتقوله ده يا حاج علي؟ بالسلامة، خد بالك من بلاميطة، يلا يا لوزة. لوزو يا خسارة يا حاج. أنا هرجع مصر أقول لهم علي الطيب مات، علي الطيب مات، مات وندفن، مات وندفن. أنا نفسي أشرب حمو الشام. ما تقلقش هنشربه لما نروح الكورنيش بإذن الله. نفسي هفاني على الأول. من غير ما تطرق اصابعك وتتعبها. انا تاجر مخدرات والله العظيم، ثلاثه تاجر مخدرات. ايه يا ابني، ايه اللي انت بتعمله ده؟ يعني نلبس مخدرات ولا نلبس رقاب؟ وليه نلبس اصلا؟ سلم القول ده. بص بص حضرتك، والله انا هقول لك كل حاجه بصراحه. ما هي كانت يعني ويرد تريب، يعني اصلا انا كنت طالع مس ليبنون. بالظبط، صدقا كان جاي سياحه فعلا اهو، وفجاه اتعصت وسط الناس ديت. يعني اقول لحضرتك حاجه من الاخر كده هتريحك، انا مسيحي. انا هقول لحضرتك على الزتونه، يعني الراجل المجنون ده لا مؤاخذه قال لنا على الخطه بتاعته واحنا موجودين عنده في الولايه. المهم يعني سهيناه كده وهربنا، واحنا جايين نساعد سعادتك، احنا مش معاهم يعني. فحضرتك حضرتك معايا ولا مع الزتونه؟ عشان دي تفرق. لا ها بتعملوا هنا ايه؟ ثانية واحدة يا سعادة الباشا، في سؤال صغير. سعادة الباشا، زميل حضرتك اللي هو ماتريكس ده ما كانش جاي يحقق معانا؟ لا، أنا اللي حقق معاكم. ده كان دي يوز سجاير وتفاح. يعني أنا باشا؟ يعني إيه سعادتك؟ لا يا باشا، أنا عايز حقي منه لمؤاخذة، ده خلاني أعمل تبول لا إرادي. أنتوا مخضوضين كده ليه؟ هو عمل معاكوا حاجه؟ لا بس انت ما شفتش عمل ايه في التفاحه. صدقا هاتك التفاح. ايوه منظر مروع، ده خلاني اعترف على نفسي ان انا تاجر مخدر. تاجر ايه؟ تاجر سعاده. يا ليل يا باشا يا ليل. مطرب اروي العطاء. بس حصل سطو مسلح على البنك المركزي، في جماعه ارهابيه كانت عايزه تسرق صندوق تحيا مصر. دي يا فندم نفس الجماعه الارهابيه اللي احنا هربانين منها اصلا. يا فندم. ايوه عايز ايه؟ المسؤولين عن هجوم البنك المركزي بعتوا لنا الفيديو ده يا فندم. هو ده يا ريس. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أنيب عماد رئيس دولة بور عماد، أعلن مسؤوليتي عن خطف هؤلاء السياح. أنا عايز الصندوق يجي للحد عندي، واللي هيجيب لي الصندوق العيال اللي هربت من الولاية على مصر. أنا عارف إن هم معاكم، اسمعوني كويس، لو الصندوق ما جاش كل 10 دقايق أنا هقطع ايدين واحد منهم، ولو تأخرتوا عن الميعاد كل ربع ساعة أنا هقتل واحد فيهم، يعني قدامكوا 10 ساعات. 9 أمير 9. 10 دقايق في 6 سياح. 60 دقيقة ومعنا ربع ساعة، احنا أول مرة نخطف. ايه معلوم؟ يا نهار اسود، صندوق تحيا مصر أجيبهوله منين ده؟ ده لو سايح مات ولا حصل له أي حاجة هروح في 60 داهية. يا باشا ما ده اللي عمالين نرغي فيه وحضرتك لا مؤاخذة مترينا. يا فندم والله انا قعدت اقنعه بالكلام ده، قلت له مان ده تعبير مجازي. صدقا حصل انه مان فعلا هو ما فيش. طب يا باشا انا عندي اقتراح، ما تيجوا نلبسوا قضيه المخدرات عمليه استك صافي مخلص ينزل نقبض عليه. انا بس اللي بقول اقتراحات بناءه؟ اي حد عنده اقتراح بناءه يقوله، والا هحطكم كلكم في الحبس. انا يا فندم انا عندي اقتراح بناء. صدقا هاني عشان هو اللي متعلم فينا كويس. اتفضل يا الجينيوس هيجيب لك الزتونه. ال10 ساعات قربت تخلص، مش ناويين نجيبوا الصندوق ولا ايه؟
يا جدع بكلمك انت يا اخي، رد عليا. ليك يا صندوق جاي لعنا؟ اه فين هو؟ اه هو يا وحشتوني يا ممير، افتحوا لنا الصندوق عشان نشوف الموني ماني. سيادة الأمين سيد، كنت فاكر يا أبو عماد إني مش عارف أجيبك؟ البلدية تجيبك لو في بطن أمك. سيادة الأمين سيد، سيادة اللواء، وربنا تسامحني يا أخي، وربنا تسامحني على الطلاق، ما كنت أعرف إنهم تبعك، فتح بس جسمي يا أخي، بنخسر، علي الطلاق بنخسر. الله ينور عليكم يا رجالة، الله ينور عليكم. مصر مش هتنسالكوا الجميل ده أبدا. إحنا عارفين طبعاً إن أنتوا اتوردتوا مع الناس دي، وبمساعدتكم قدرنا إن إحنا نقبض عليهم، لكن مش هوصيكم، مش عايز أي حد ياخد خبر بالموضوع ده خالص. وكل واحد يرجع لحياته زي ما كانت بالظبط. اركب على المكنه ودور وادوس على لندن اتطور. اركب على المكنه ودور وادوس على لندن اتطور. اخبار الحلقه ايه؟ هي مستنيه حضرتك جوه، واحنا جهزنا كل حاجه خلاص. لسه مستنيه؟ طب كويس، جهزوا لي بقى 40 جرام اوكسي نايترو وعقموا لي الادوات. وكل ما كانت التجارة بتاعتي ما كانت بتكبر، كانت الحكومة تحط علي أكتر. مش بس كده، كان واحد ابن حرام اسمه الأمين سيد، عارفين اللي كان بيحصل؟ كنا بنخسر، بنخسر يا جدعان. كمار؟ أمير؟ ما في أمل.